بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ لعلكم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنستكمل محاضراتنا في مادة الماشين ديزاين، والنهاردة في التسلسل بتاع المحاضرات بتاعنا جه دور اللي هو الشاف ديزاين، وده الهدف بتاعنا ان شاء الله خلال المحاضرة دي واتنين محاضرتين كمان جايين ان شاء الله. هنركز على موضوع الشاف ديزاين. شاف ديزاين الشباب ان شاء الله هيكون في كتاب المحاضرات بتاعك صفحة 221، وكتاب البروجيكتس والبروبلمز صفحة 98. طيب قبل ما هنبدأ، بس كنا حابين نتكلم كده شوية يعني ايه كلمة شافت. كلمة شافت يعني اي روتيتنج ممبرز موجود معاك، اي روتيتنج ممبرز، حاجة بتلف معاك وبيبقى سيركولر، يعني هو في الغالب بيبقى سيركولر. كروس سيكشن، الكروس سيكشن بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى سيركولر. اند از يوزد تو ترانسميت باور، يعني لو لقيت اي حاجه موجوده معاك او اي عمود، العمود ده الكروس سيكشن بتاعه مدور وبينقل باور، ده على طول احنا بنسميه شافت. خلاص. طبعا في انواع كتير للشافت دي، ممكن يبقى سوليد، ممكن يبقى هولو شافت. سبورتد باي بيرنجز، دايما كده الشافت ده بيبقى هنا في بيرنجز موجوده هنا، وفي بيرنج مثلا الناحيه الثانيه باختلاف اشكالها وانواعها وعلى حسب اللود اللي موجود معاك وهكذا. تمام. البيرنجز دي المفروض هي اللي تخلي الشافت ده ايه، يلف لك جواه. تمام. اتس روتيت اسيت اوف جيرز اور بوليز، ودايما الشافت دي يا شباب اللي هي بتنقل باور اصلا، يعني الهدف بتاع محاضره النهارده او المحاضرات الجايه او اللي احنا يعني تارجت تصميمه ان شاء الله، هي الشافتس اللي هتنقل باور معانا. شافتس هتنقل باور معانا، والشافتس اللي بتنقل باور دي يا شباب في الغالب بيبقى عليها لا اما تروس لا اما بوليز او طارات او حاجات زي كده. خلاص. ذا شافت از جنرالي اسيتد اوبن باي بيندنج مومنتس تورشن اند اكسيال فورسز، دي الفورسز اللي في الغالب بتبقى موجوده على اي باور ترانسميشن شافت، يعني الشافت اللي بيستخدم لنقل الباور بيبقى عليه لا اما بنتنج لا اما تورشن لا اما اكسيال استريت اكسيال فورسز يعني. وان كان الاكسيال ده بيبقى مقارنه بالبنتنج مقارنه بالتورشن بيبقى يعني قيمته قليله، ففي اوقات كتير جدا بنهمله، بس يعني هم دول الثلاث حاجات اللي بيبقوا موجودين معانا. خلاص. هتعرفهم كده اللي هم البنتنج تورشن اكسل ستريس، دول الثلاث حاجات اللي احنا المفروض ايه هنصمم على اساسهم، او من ضمن الطرق اللي احنا بنصمم على اساسها. طيب الباور ترانسميشن شافتنج زي ما هو مبين قدامك في الصور اللي قدامك دي كلها شافتس موجوده اهي، الهدف منها انها بتنقل الباور. الباور زي ما قلت لك بتبقى عن طريق تروس اهي، ترس هيليكال جيرز، بتنقل من هنا لهنا، يعني دي 1 2 3 مش عارف، بعد كده معاك ده رقم 5. خلاص. يعني ده بينقل لده، وده بيحرك ده، وده بينقل لده، وده بيدور ده، او يعني ايه على حسب انت هتعشق مع مين بالظبط، يعني ده ممكن يتحرك كده او كده. خلاص يا شباب. فدي كلها يعني استخدامات للجيرز او للشافتس الشافتنج عشان انقل باور. وهنا برضو نفس الكلام، معاك موتور، دي طاره بتدور طاره ثانيه، وده العمود بتاعك اللي هو الانبوت، وادي ترس متوصل بترس تاني، والترس ده متوصل هنا، وهنا في موتور تاني بيدور، يعني الشافت ده كده جاي له الانبوت من موتورين، الموتور ده والموتور ده، عن طريق بيغذوا الجير ده، وفي الاخر الجير ده هيدور دي، ودي متصله ببولي هنا، وهنا في احمال. طبعا حاجه زي كده مفيش ماشين او اي ماشين كومبوننتس الا وهتلاقي فيها الشافت باختلاف الابليكيشن اللي انت هتعمله، فلازم احنا في الماشين ديزاين نتعرض لحاجات زي كده. بقى طبعا في جسم العربيه من جوه في الكرانك شافت، ده الكرانك شافت، عمود الكرانك بالعربي، وده اللي هو الكام شافت او الكام درايف شافت الموجود عشان ينظم الحركه بتاعه الفالفز والاوبن والفتح والغلق بتاعها. وطبعا في حاجات تانية برضو عايز اقول لك عليها، ان احنا عندنا كمسميات، يعني في حاجه بيسموها شافت، في حاجه بيسموها اكسل، في حاجه بيسموها سبندل، سبندل
تمام. دي اشهر حاجات موجوده ايه، موجوده معانا التلاته دول، سواء شافت سواء اكسس. طبعا في شافت وفي كاونتر شافت، يعني في برضو ايه كاونتر شافت، كاونتر شافت. الحاجات دي كلها بتبقى ايه، بناء على الاسم، بناء على الاسم بتاعها طبعا. وفي حاجات خمسه برضو اسمها ان لاين، ان لاين شافت. بس عشان تبقى فاهم الفرق في المسميات دي، اللي سواء سبندل سواء اكسل سواء شافت سواء كاونتر شافت سواء ان لاين شافت، يعني الفرق ما بين دول كده، انا جايب لك فيديو ان شاء الله هيبقى يوضح لك الكلام ده، الفيديو اللي هو ده يعني، لو شوفوه انتوا او ممكن دلوقتي ابقى افتحه لكم على اليوتيوب ولا حاجه. بس عايزك تعرف ان الاكسل ده، الاكسل زي مثلا اللي هو بيبقى موجود في العربيه، موجود في العربيه. السبندل ده بيبقى موجود في مكن القطع وكده. الشافت والكاونتر شافت ده موجود في الجير بوكس، يعني اي جير بوكس موجوده معاك عليها تروس او طاره. وده الكاونتر، الفرق ما بين الشافت والكاونتر شافت ان ده في الغالب بيبقى الانبوت وده بيبقى الاوتبوت. الاكسل ده مثلا زي اللي هو زي ما قلت لك العمود اللي بيبقى عليه العجل بتاع القطر مثلا، او يعني ما بيشيلش تورشن، يعني الاكسل ده ما بيبقاش عليه تورشن، بيبقى عليه بنتنج بس. السبندل ده شباب بيبقى عليه تورشن، عليه تورشن وعليه بيبقى في الغالب موجود في ماكينات القطع. الان لاين شافت ده بيبقى عمود طويل كده موجود معاك وعليه ايه، وعليه اكتر من ترس وطاره، وبينقل يعني عليه حاجات كتير شايلها عليه، فبيسموه ايه ان لاين شافت. مش عارف الفيديو موجود معانا ولا لا. ده الفيديو شباب اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو اللينك اللي احنا قلنا عليه، وبيتكلم لك على الترانسميشن شافت وانواعها. ممكن بس كده نمشي كده سريعا. ده اللي هو الانترنال كومبوشن انجن والجير بوكس، وده اللي هو الماشين اللي هو بتاع الليس ماشين والبام. بينقل الحركة من عنصر للتاني أو من جزء لجزء في الماشين بتاعتنا. يبقى إذا أي ترانسميشن شافت هو إيه؟ برنسبال روتيتنج إيليمنت، تمام؟ إت سبورتد ذا ترانسميشن إيليمنت، ودايما بيبقى سيركولار كروس سيكشن بتاعه. والاسم بتاعه بيعتمد على الأبلكيشن زي ما هو بيقول لنا في الفيديو هنا، وجايب لك دلوقتي شويه اشكال للفرق ما بين الثلاثه دول. معانا موشن، دي الحركه، الباور، وبتتنقل للتورك، يعني الحركه دي مع الباور هما اللي بيعمل لك الايه التورك. ودي المسميات اللي انت لازم تبقى عارفها. ده اللي هو الاكسل بيبقى موجود هنا او موجود هنا مثلا جوه البولي. ده العمود مقنع في القطر، العمود اللي هو شايل بتاع ده، شايل العجل بتاع القطر. ممكن يبقى هو نفسه بيلف وممكن يبقى ثابت وما بيشيلش تورشن لود خالص، معلوش اي تورشن، عليه بندنج بس، عليه بندنج بس اهو. ده البندنج اللي عليه. نمشي الفيديو بس شوية وانت بسمعه براحتك. السبندل is a short rotating shaft. It transmits only torque and doesn't support any rotating elements. Doesn't support any rotating elements. خلاص يعني هو ايه، ما فيش حاجة عليه بتلف او كده. ده مثلا دايما بيبقى موجود في ماكينات القطع. كاونتر شافت والشافت ده بيبقى موجود في الجير بوكس زي كده هنا في المالتي ستيج جير بوكس. ده اللونج شافت يا شباب، ده بيسموه لاين شافت، بيستخدم في الورك شوب والاندستريز. المهم الفيديو اهو معاكم زي كده مثلا، ده كده ادي شافت. خلاص يا بنت عندك هنا ايه،
بولي 1 و2 و3 وهنا وهكذا. دي كلها حاجات ايه يا شباب. يبقى احنا كده عرفنا ان في انواع كتير جدا، او هم الخمس انواع دول او المسميات للشافتنج او الباور ترانسميشن شافت. طيب احنا بقى ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا ان شاء الله في الجزء ده ان انت يعني ايه المقصود بكلمه شافت ديزاين. المطلوب منك في الشافت ديزاين بديهي كده ان انت تختار الماتيريال. انت كديزاينر قول لي ايه هي الماتيريال اللي انا المفروض اختارها عشان العمود بتاعي ده يقدر يستحمل اللود اللي معانا. الجيومتريك لاي اوت يا ترى هتعمله هولو شافت ولا سوليد شافت، ولا ايه الشكل بتاعه، طول كام، المسافه ما بين كل بولي والتاني ده لو كان مسموح لك، الحاجات دي كلها. طبعا لازم تبقى عارف الاسترس والاسترنس اللي موجود على الاليمنت بتاعك او على الشافت من ناحيه الاستاتيك والفتيج. يعني انا ما ينفعش تهمل الفتيج او اللي هو الداينامكس افكت اللي موجود. انت كان من ناحيه استاتيك في الغالب الفيلير بيحصل نتيجه للفتيج اللي موجود. يعني انت معاك عمود، العمود ده بيلف وبيبقى عليه مثلا في لود من هنا فورس زي دي، فتلاقي ان العمود ده مره بيبقى شد كانك بالظبط عامل عليه شد ضغط شد ضغط نتيجه للدوران. يعني في الوضع ده لو احنا قلنا ادي الشافت بتاعك اهو، المنطقه اللي فوق دي بيبقى لو هي مثلا هنا في سبورتر وهنا في سبورتر تمام، او يعني رومان بيلي ورومان بيلي مثلا هم شايلين العمود بتاعك ده، فتبص تلاقي في الانستنت اللي موجوده قدامنا دي فوق هنا بيبقى كومبريشن وهنا بيبقى تنشن. بعد ما بيلف نص لفه يعني اللي فوق يجي تحت 180 درجه، تلاقي اللي كان عليه ضغط اصبح عليه تنشن وهكذا مع الدوران. فاذا الفيلير اللي بيحصل في العمود ده بيحصل نتيجه للفتيج اللي انت ايه لو انت فاكر اللي هو الاس ان كيرف، خلاص يعني حاجه زي كده اللي هو ايه عند حد معين على حسب اللود، على حسب اللود اللي موجود وعدد اللفات والكلام ده. فده كله لازم نبقى عارفينه ساعه ما نيجي نصمم الروتيتنج شافتس او الباور ترانسميشن شافتنج. طبعا ممكن تصمم على حاجه اسمها ديفليكشن. يعني ايه ديفليكشن اند ريجيديتي؟ يعني انا ادي شافت معايا اهو وتمام الدنيا زي الفل ان هو يقدر يشيل الحمل اللي موجود معاك ومفيش اي مشاكل، لكن انا كديزاينر انا مش عايز الترخيم اللي بيحصل او مقدار الديفليكشن. الديفليكشن كلمه ديفليكشن يعني الترخيم، يعني نتيجه للود ده هينزل مسافه قد ايه لتحت، هينزل مسافه قد ايه، مثلا 200 مايكرون 300 مايكرون 500 مايكرون 1 مليمتر في بعض الاحيان مثلا. المسافه دي بالنسبه لك انت كونسترين كديزاينر ممكن تعتبرها كونسترين وتصمم على اساسها. طبعا الفايبريشن، والله انا اي حاجه بتبقى روتيتنج بيتولد عنها بالذات لو فيها امبالانسد او فيها كده مثلا ممكن يكون في الفايبريشن المتولد ده، وبتيجي عن طريق حاجه بيسموها الكريتيكال سبيد. يعني انت لازم عند سرعه معينه، يعني هو نفس العمود نفس العمود تلاقيه هو بيلف معاك بيلف عن سرعه معينه، تلاقي فيه الجسم كله كده حصل له فايبريشن عالي جدا. دي بحاجه بيسموها الريزونانس او دي السرعه اللي هي اللي المفروض نتجنبها عشان ما بيحصلش فيها ريزونانس او ظاهره الرنين، هتاخدها ان شاء الله في الفايبريشن. فازاي انت تصمم وتتجنب الموضوع ده؟ يعني ده دي كرايتيريا ممكن انت بتصمم على اساسها، سترينس اند سترين او الديفليكشن او الفايبريشن. اشهرهم طبعا اللي هو ايه الاسترس اند سترين، يعني دي اشهر حاجه بتطبق او بتستخدم في التصميم بتاع الشخص. بالنسبه طبعا هنمسكهم دلوقتي بالنسبه للماتيريال. الماتيريال سيلكشن احنا قلنا هنا ادي الماتيريال سيلكشن هي دي، وبعد كده هنخش على الاسترس والسترين. ده رقم واحد هنبدا بيه دلوقتي ان شاء الله، وادي بعد كده رقم اثنين هنشوف من ناحيه الاسترس والسترين والديفليكشن والكلام ده، وده رقم ثلاثه ان شاء الله اللي هنتعرض ليهم في محاضره النهارده. بالنسبه للماتيريال سيلكشن طبعا انت عندك اللو كربون والميديوم كربون ستيل والهاي كربون ستيل، دول اشهر حاجه اشهر الالويز او اشهر الستيلز اللي موجوده. يعني دول الستيل تايبس الكومن اللي ممكن انت تستخدمها لما تيجي تصنع الشافت بتاعك. بس بنعمل عليه معالجات حراريه ممكن كولد دروين اور هوت رولد ستيل، ده اللي هو بس طريقه التصنيع في حاجه اسمها هوت رول او كولد دروينج. دي اللي هي ايه دي طريقه التصنيع هوت رولينج اللي هو زي الدرفال على الساخن وكده. يعني انت بتنتج يعني طريقه الانتاج بتاعتك بيبقى شكلها ايه. طبعا في حاجه ثانيه بتستخدم اسمها الالوي ستيل،
كلمة ألو يا شباب، زي ما احنا خدنا في الماتيريالز في الترم الأولاني في الجزء بتاع الماتيريالز كلاسيفيكيشن والإنجينيرنج ماتيريالز، هي إن أنت بتضيف إضافات على اللو كربون ستيل ده، اللو كربون عشان تقوي السترنس بتاعه، زي النيكل، كروم، فاناديوم، دي كلها كومن ألوينج ماتيريالز. بس في تخلي بالك إن في الغالب الألوي ستيل ده عشان أنت بتضيف عليه ألوي زي دي بيبقى غالي، فأنت يا ترى تشوف بقى إيه ايه الهدف، ايه الهدف من ان انت تستخدم الوي ستيل، يعني ايه اللي هيخليك تدفع فلوس كتير عشان تستخدم او تصنع الشافت بتاعك. فدي كلها حاجات انت لازم ايه تعملها اوبتمايزيشن او تخلي بالك منها انت وبتصمم. انا ليه هستخدم ده؟ مثلا عندك كروجن، او عندك العمود ده بيلف مثلا في ميديا معين، يعني مثلا في ال يعني انت ممكن في اوقات كتير جدا يكون عندك تانك، التانك ده مليان بسوليوشن معين، ممكن مواد غذائيه، ممكن يبقى مواد كيميائيه مثلا على حسب الابلكيشن الصناعي، وعندك روتور زي ده وبيلف جواه، او عم ممكن تبقى ميه كمان مش شرط. فانت مثلا عمود زي ده انت مضطر ان انت تستخدمه مثلا لو الوي، عفوا الوي ستيل، وتحط نيكل وكروم وممكن ستانلس كمان، عشان ايه ده كله؟ الستانلس ده اللي هو النيكل والكروم مضافين على اللو كربون ستيل بنسب معينه، كل ده عشان ما يحصلش انت مش ما ينفعش معاك ان العمود ده يصدي، ما ينفعش ان يحصل فيه اي كروجن، او حتى لو حصل بيبقى بنسبه تكاد تكون معدومه، عشان ما ياثرش على مين؟ على الحاجات اللي موجوده هنا دي، وخصوصا لو حاجات فود اندستريز او حاجات تبع الصناعات الغذائيه اللي بيستخدمها يعني تخش جوه جسم البني ادم وكده يعني. طبعا بنيجي على الحاجات التانيه اللي بنستخدمها، ان انت ممكن تستخدم لو كربون رخيص في الثمن بتاعه، تيجي بس بعد كده تعمل له معالجات حراريه، تعمل له معالجات حراريه باستخدام مثلا ايه الكيس هاردنج زي الكاربرايزنج او سيانايدنج او نايترايدنج. الناس بتاعت الماتيريال والانتاج هتبقى فاهم الكلام ده. انت الكاربرايزنج ده برضو انت خدته في الماتيريال اللي هو عن طريق الديفيوجن، تبقى عندك الماتيريال اهي لو كربون ستيل، تحطها في او تمرر عليها غاز، او تحطها تعمل باك كاربرايزنج، فبيحصل ان الاتومز بتاعت الكربون بتخش جوه تتغلغل وتعمل لك هاردنج للسطح الخارجي ده. ده كده انت عملت له هاردنج، يعني زودت الصلاده بتاعته، في حين ان الكور بتاعك اللي من جوه ده ستيل سوفت ومفيش اي مشاكل من ايه ده، عشان يستحمل معاك التشوكس او الديناميك افكتس، وفي نفس الوقت الطبقه اللي من بره دي تستحمل ايه؟ تستحمل لو في تاكل، يعني لو في وير ريزيستنس او حاجه زي كده، يعني انت عفوا لو في وير موجود معاك او احتكاك او جسمين بيحتكوا ببعض او حاجه زي كده، فلو انت عايز تقلل معدل الاحتكاك ده فانت بتعمل ايه؟ لازم تعمل هاردنج للسيرفيسز دي. فالسلايد اللي موجوده قدامك دي بتقول لك الاوبشنز اللي قدامك كديزاينر عشان تختار الماتيريال. تمام يا شباب؟ ده بالنسبة للجزء الماتيريال. بالنسبة بقى للجزء التاني، خلاص احنا اخترنا الماتيريال، يبقى زي ما احنا كنا بنقول في التصميم بتاعنا، ان احنا اي حاجة بنعملها هي ثلاث حاجات، او عملية التصميم في الغالب بتبقى ثلاث حاجات، ان انت بتختار الماتيريال، ايه الماتيريال اللي انا هشتغل عليها، وبعد كده معاك المفروض الشيب، وبعد كده بتجيب السايز بتاعك. طيب الماتيريال انت خلاص اخترناها وعرفنا ازاي هنختارها، الشيب خلاص انا عارفه اذا كان سوليد شافت او هولو شافت، يعني دي كلها كشكل خلاص اوريدي انت بالنسبه لك عارفه او متوقعه. اتبقى معاك ان انت تجيب ايه السايز، ونقصد بالسايز هنا اللي هو الدايمتر، قول لي الدايمتر بكام، او اللي لو انت هتستخدم هولو شافت قول لي الدي اوتر بكام والدي انر بكام، ده اللي احنا ايه عايزين نعرفه مع بعض. فأول حاجة معانا هنا شباب اللي هو التصميم على اعتمادا على السترينث. كلمة سترينث هي بس نيجي نشوفهم هنا بس مع بعض، نفكركم بالحاجات اللي احنا خدناها في ستريس اناليسيس السنة الأولى. ان انت عندك لو العمود بتاعك عليه بيندنج، لو عليه بيندنج فانت عندك ادي العمود اهو خلاص، وهنا مثلا في ام فالكروس سيكشن بترسمه، وادي الام بتاعتك اهي. لو احنا جينا رسمنا توزيع الاجهاد
زي ما اتعلمناها مع بعض هنا في النيوترال اكسس بتاعك اللي عنده الستريس البندنج بيبقى زيرو لما يبقى ستريت طبعا مش كيرفت لان الكيرفت ليه حاجات تانية كيرفت بيمز. هنا ده كده البندنج بتاعنا وقلنا ان سيجما بندنج بتساوي ام في واي على اي خلاص. طيب بما ان احنا بنشتغل على شافت فالعمود بتاعنا يا اما الكروس سيكشن بتاعه دايره يا اما يعني سوليد شافت زي ده او هولو شافت زي ده فايه اللي هيتغير معانا؟ هتبص تلاقي ان السيجما بندنج بتاعتك دي هتساوي يعني سيجما بندنج اكتبها لك هنا سيجما بندنج هتساوي 32 في ام على باي دي تكعيب ده يا شباب لما يبقى ايه سوليد شافت. ولما يبقى سيجما بندنج لما يبقى هولو شافت لما يبقى هولو شافت معاك هتساوي كام؟ هتساوي 32 ام دي اوتر على باي في دي اوتر اس 4 ناقص دي انر اس 4 لان احنا كده كده بناخد ان الواي الموجوده دي بتساوي الدي اوتر على الاثنين دايما دي بتساوي ايه الدي اوتر على الاثنين. طبعا المفروض القيم دي تكون اقل من او يساوي اللي هي ايه السيجما اللوبل اللي احنا بنشتغل عليها شباب وبنجيبها من التيبلز بتاعت الماتيريال. لو انت فاكر قلنا ان السيجما اللوبل بتساوي سيجما ييلد على الفاكتور اوف سيفتي خلاص شباب. يبقى ده اللي هو ايه السيجما اللوبل بتاعتنا وده كده سيجما بندنج سواء في حاله السوليد شافت او في حاله الهولو شافت. طيب وخدنا كمان من ضمن النورمال ستريسز اللي موجوده معانا ان احنا عندنا الاكسيال ستريس في حاجه اسمها الاكسيال ستريس الاكسيال ستريس الاثنين دول في الفاميلي بتاعت النورمال ستريسز يعني هما الاثنين دول النورمال ستريس فهما الاثنين سيجما ولو هما الاثنين موجودين لازم نجمعهم مع بعض. فالسيجما اكسيال هنا سيجما اكسيال بتساوي بلس اور ماينس الفورس على مين على الاريا طبعا هنا برضو بلس اور ماينس يعني على حسب ايه المومنت بتاعك. وادي الكروس سيكشن بتاعك بيبقى توزيع الاجهاد بتاعنا عباره عن ايه عباره عن ريكتانجل بلس اور ماينس طبعا على حسب ايه الفورس اللي موجوده معانا وقيمه الاستريس بتبقى ثابته على اي نقطه في البيم بتاعك زي ما انت المفروض تبقى عارف بتساوي الفورس على الاريا بتاعتنا. الاريا طبعا هنا اللي هي بتساوي كام؟ ادي الفورس اهي والاريا اللي هي باي على الاربعه دي سكوير وده المفروض اقل من او يساوي السيجما الاول برضو نفس القصه. ده في حاله لما يبقى عندك برضو سوليد شافت. اما في حاله الهولو شافت هتبقى دي كام؟ باي على اربعه في الدي اوتر تربيع ناقص دي انر تربيع. وخلي بالك سواء في الايكويشن اللي فوق سواء في الايكويشن اللي تحت الهدف هو ان انا اجيب السايز. السايز يا شباب زي ما قلت لك اللي هو مجازا هنعتبره هو الدامبر يعني مجازا دلوقتي هنشتغل على اساس ان هو ايه سوليد شافت. فده يا شباب في حاله لما يبقى عندي بندنج او اكسل. الحاله الثانيه بقى اللي بتبقى موجوده معانا اللي هي التورشن ستريس. التورشن ستريس وقلنا يا شباب ان في التورشن ستريس بيبقى العمود بتاعك عليه مومنت بس ده تويستنج مومنت او تورك مومنت بيبقى زي كده بيحصل انحناء عفوا تويست للعمود بتاعك بدون ما السنتر لاين ده يتحرك من مكانه. فلو عندنا عمود اهو بيمثل التورشن ده بيبقى بالشكل ده كده اهو معانا معلش يعني الرسمه مش مظبوطه قوي ده اللي هو ايه العمود بتاعنا وادي توزيع الاجهاد بتاع التورشن بيبقى عباره عن ايه حاجه كده كون وقلت لنا ان النقطه اللي عندها زيرو دي هي النقطه اللي في السنتر بس اما الماكسيمم موجود على ايه على الطرف كله زي ما انت المفروض تبقى عارف. قلنا انها تاو ديو تو تورك بتساوي تي في الار على الجي ولما يبقى سوليد شافت في الحاله دي بتبقى على طول 16 في التورك على باي دي تكعيب وبالمثل برضو لو التاو بتاعت التورك لما يبقى هولو شافت وان كانت التطبيقات بتاعتها قليله برضو هساوي 16 في التورك دي اوتر على باي في دي اوتر اس 4 ناقص دي انر اس 4.
وزي ما الراجل قال لنا من شويه ان احنا معظم مسائلنا بتبقى فيها الثلاث انواع دول من الاسترس بتاعتنا، يا اما بيندنج او اكسيال او تورشن. وفي الغالب زي ما قلت لك برضو انا من شويه ان الاكسيال ده يعني بتبقى قيمته قليله جدا مقارنه بقيم البيندنج. ففي كتب كتير وفي ناس كتير جدا يعني بتهمل قيمته وبتعتمد على اساس ان انا ما عنديش غير مين، غير البندنج والتورشن. خلاص دول اللي احنا ايه بنصمم عليهم. طيب هنصمم ازاي عليهم يا شباب؟ المفروض انت بعد ما عرفت خلاص ان انا عندي بندنج وعندي تورشن اصمم ازاي من القوانين بتاعه البرنسبال ستريسز. قوانين البرنسبال ستريسز لو انت فاكرها اللي هي سيجما ماكسيمم اور مينيمم اللي هي بتساوي سيجما اكس بلس سيجما واي على الاثنين بلس اور ماينس الجذر التربيعي لسيجما اكس ماينس سيجما واي على الاثنين الكل تربيع بلس تاو اكس واي الكل تربيع. معلش برضو كمان افكركم ان القوانين دي جت من فين. جت ان انت يعني لو انت عندك في element اهو element، الاليمنت ده عليه هنا في حاجة بيسموها سيجما اكس، سيجما اكس اهي، وهنا بيبقى فيه مثلا سيجما واي. طبعا سيجما واي دي مش يعني تقريبا ما بتظهرش معانا خالص، بتظهرش غير بس في التصميم بتاع السيلندرز والابلكيشن الشبيهة بيها، تكون سيلندر وفيها بريشر من جوه، وده اللي هو التاو اكس واي بتاعتك. فقلنا ان الاليمنت ده لو انت ميلته بزاوية معينة سميناها فاي اللي هي بتساوي تان ماينس 1 يعني تان 2 فاي او تان ماينس 1 اللي هي 2 فاي كده اللي هي تساوي كام؟ 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ماينس سيجما واي، وهكذا كل القوانين اللي انت اخدتها في الاستريس بتاع السنه الاولى وخدتها برضو الترم الاول. المهم فانت من هنا عندك ده القانون بتاعك اللي هو سيجما ماكسيموم المفروض بيساوي سيجما اكس على الاثنين بلس اور ماينس الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص. ولو قلنا ان احنا ما عندناش سيجما واي دي خلاص مش موجوده معانا. هتبص كده على حسب انت هتصمم ايه، المفروض السيجما ماكسيموم دي تكون اقل من او يساوي السيجما الاول. ولو انت شغال على التاو، لو انت شغال على التاو ماكسيموم فعلى طول التاو ماكسيموم المفروض بتساوي الجذر التربيعي لسيجما اكس على الاثنين الكل تربيع بلس تاو اكس واي الكل تربيع، ولازم تكون اقل من او يساوي التاو الاول. تمام يا شباب؟ فدول ايه القوانين اللي انت هتشتغل عليها لما تيجي تشتغل بالسترنس، يعني دي القوانين بتاعت السترنس بتاعتنا. خلاص دي القوانين اللي احنا ايه هنشتغل عليها بتاعت الاسترنس. ماشي، يبقى دلوقتي توقف معانا او فاضل معانا مشكلتين دلوقتي. المشكله الاولى او اللي احنا عايزين نعالجها دلوقتي، المشكله الاولى هنا هي قيم التاو اجيبها ازاي، ان دي خاصيه من خصائص الماده بحسبها ازاي، وداخل فيها نوع الماده ولا مش داخل، هنشوفها زي من شويه. او طبعا السيجما يعني دي التاو الاول سيجما الاول، ازاي نحسب الحاجات دي. طبعا ده بهدف في حاله المسائل اللي انت عايز تجيب فيها الدايمتر لازم يدي لك الحاجات دي او يقول لك ازاي تجيبهم. يعني الحاجه الثانيه الفتيج، الفتيج افكت. احنا مش كنا بنقول من شويه ان يعني اللي انت عامله ده ستريس، يعني عفوا ستاتيك لودز اندر ستاتيك لودنج. طيب نتيجه للفتيج ايه يا ترى اللي هيتغير في الايكويشنز بتاعتنا دي او في المعادلات بتاعتنا دي؟ قال لك اللي هيتغير هنا ان احنا بنضيف تو فاكتورز، واحد بنسميه كي بي وواحد بنسميه كي تي. ده بنضيفه للجزء بتاع البندنج، وده بنضيفه يا شباب للترم بتاع او ده اللي بنضيفه لحاجه بيسموها الان بندنج، هنشوفها بعد شويه عن ان بندنج. وده بنضيفه لحاجه بيسموها ايه التورشن او التورك، هنسميه ام تي معانا. طيب القيم دي هنجيبها من فين وايه معناها
ده كله ده جاي بعد شويه. قبل ما هبدا فيه بس نرجع للسلايس بتاعتنا دي، بس حبيت افكرك بالحاجات دي قبل ما نبدا. بس عشان تعرف تتابع معايا المحاضره عايز اقول لك حاجه. الحاجه الاولانيه ان احنا اتعودنا الترم او السنه اللي فاتت او كده ان كلمه ام المقصود بيها بيندنج مومنت، وان تورك المقصود بيها ايه؟ تورك مومنت. وخلي بالك ان هما الاثنين مومنت، يعني انا كنت دايما باكد على الحته دي. ده اسمه عزم انحناء، ده اسمه عزم لي. هنا بقى في عشان تتابع معايا في الكتاب، هنا دي بيسميها ام بندنج ودي هيسميها ام تي، عفوا دي هيسميها ام تي. يبقى احنا كده في الكويشنز بتاعتنا كلها هنعتمد على التسميه دي، الام بندنج والام تي. بالنسبه للبندنج مومنت والتورك مومنت، خلاص بس عشان تبقى عارف ايه التسميه بتاعتك. تبص كده على طول تلاقي ايه، يعني مثلا ده مثلا اللي هو يكافئ هنا 16 ام تي على باي دي تكعيب. هنا اللي هو بتاع من فوق هنا نزله لكم، مثلا دي فين اهي، دي هتلاقي هنا ايه، يعني دي كده تكافئ اهو 32 ام بندنج على باي دي تكعيب. خلاص يا شباب، يبقى احنا بس ايه تبقى عارف التسميات دي. فيجي هنا نرجع للمحاضره بتاعتنا ونشوف نتابع معاه. لما جينا هنا بيزد على السترينث، قال لك ايه هنا الراجل بدا لخص لك الكويشنز بتاعتك دي. قال لك التورشنال مومنت سماه ام تي 16 ام تي على باي دي تكعيب، ولو هولو شافت الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، وده اللي هو بتاع البندنج اللي لسه قايلينه برضه، وده اللي هو الاكسيال لود اللي هو ايه الفورس على باي على 4 في دي سكوير زي ما احنا لسه قايلينه برضه في الهولو وفي الشافت. طيب نيجي بعد كده هنا، ادي القانون اللي احنا كنا كتبته لكم من شويه، تاو ماكسيمم بيساوي الجذر التربيعي لسيجما بندنج بلس سيجما اكسيال. حلوه دي، خلي بالك منها يا باشمهندس عشان في ناس فيكم نسيتها. لو عندك المساله فيها بندنج فيها اكسيال، الاثنين بجمعهم على بعض بسميهم سيجما اكس. الاثنين بجمعهم على بعض وبسميهم دول يكافئوا سيجما اكس، يعني دي مش سيجما واي ودي سيجما اكس، لا هما الاثنين على بعض سيجما اكس، لان دول نورمال ستريسز في الدايركشن بتاع الاكس وبجمعهم مع بعض. بس هو هنا جايبها لك في الجنرال كيس بتاعتنا، ان انت عندك اكسيال وعندك بندنج وعندك تورشن. طيب قال لك هنا بنيجي بنضيف في فاكتورز اللي انا قلت لك عليها من شويه، في حاجه بنسميها كي بي وحاجه بنسميها كي تي. معناهم ايه؟ دول يا شباب اللي هم بيلافوا التاثير بتاع الفتيج والتشوك، يعني اللي هو الصدمات اللي موجوده معانا. فقال لك ان الكي بي هي الكومبايند شوك اند فاتيج فاكتور، كومبايند شوك اند فاتيج فاكتور ابلايد تو بيندنج مومنت. يعني ده فاكتور انا بضرب فيه او بضرب القيمه دي، يعني هنشوف بعد شويه هنجيبها من فين، بضربها في ام بي، بضربها في ام بي عشان الافي تاثير اللي تشوك او الفتيج اللي موجود معايا، بلافي تاثيره على الام بي. بنفس القصه ده بتضيفه لي الام تي، خلاص اللي هو ايه اللي هو كي تي، بضيفه هنا او بضربه فيه عشان الافي تاثير الفتيج فاكتور ابلاي تو تورشن مومنت. خلاص شباب، وده اللي هو ايه يعني ايه كلمه كي بي ويعني ايه كي تي. طيب ازاي دول هيبقوا وجودهم ازاي في في الايكويشن بتاعتنا؟ تعالى بقى نبص هنا. طبعا هنا هو ايه الشافت سبجكت تو تورشن بندنج اند اكسل، دي الحاله العامه. جه هنا خد ايه ال 16 على الباي دي نوت تكعيب في 1 ماينس كي اس 4. طبعا هو هنا جاب لك في حاله الهولو شافت، جاب لك الايكويشن بتاعتك يا باشمهندس في الحاله الجنرال، داخل فيها الاكسل، داخل فيها البندنج، داخل فيها التورشن، وداخل فيها كمان ان هو هولو شافت، داخل فيها كمان ان هو ايه هولو شافت. وجي هنا قال لك والله لو الشافت بتاعك مش هولو يعني سوليد شافت، خد الكيب زيرو، هتلاقي ده طار، ده مش موجود، وايه تاني الكي تقريبا مش موجوده، وده برده مش موجود. خلاص، والالفا دي بتعتمد على الاكسيال، دي بتعتمد على الاكسيال، كلها شويه اختصارات بس. ال 16 على الباي دي تكعيب، ال 16 على باي دي تكعيب ده اللي هو ايه اللي هو
لو انت رجعت للجزء اللي احنا قلناه هنا من شويه، فين؟ بص هنا يا باشمهندس، ادي 32 في ام على باي دي تكعيب، وهنا كان في 16 على الباي دي تكعيب. بس خلي بالك ان السيجما كانت مقسومه على الاثنين، يعني في القانون ده هنا السيجما مالها مقسومه على الاثنين، فال 32 دي لما تيجي تقسمها على 2 تبقى 16، يبقى 16 على باي دي تكعيب اللي هنا هي نفسها 16 على باي دي تكعيب، وده اللي عامل المشترك اللي هو خده هنا 16 على باي دي تكعيب اللي هو الترم الموجود معانا ده، بس عشان تبقى عارف. ويتبقى معاك جوه مين؟ الام بي ضربها في الكي بي. خلاص طبعا ضايف الجزء بتاع الاكسل ده بعد شويه هنعمل له نيجليكشن. وادي الام تي ضربها في مين؟ في الكي تي. هنيجي هنا ده بنعمله عشان هو دايما بتبقى قيمته صغيره، راح اهمل ده، اهمل الجزء ده اللي هو بتاع الاكسيال، وفي الاخر وصلنا للاكويشن دي يا شباب اللي انا عايزك تبقى عارفها كويس جدا جدا جدا، لان ده معظم شغلنا هيبقى عليها لو انت هتصمم ديو تو ايه؟ ديو تو سترينث. يبقى الاكويشن اللي احنا هنشتغل عليها يا شباب هي التاو ماكسيمم هتساوي 16 على باي دي تكعيب تحت الجذر كي بي ام بي الكل سكوير بلس الكل تحت التربيع برضو كي تي في ام تي. تمام يا شباب؟ ماشي. والكي بي والكي تي اهم اللي هو الكومبايند اللي احنا قلنا عليهم. المفروض العلاقه دي طبعا حابين نكتبها تاني، عايزين نحللها بس شويه. فانت عندك التاو، التاو ماكسيمم هتساوي 16 على باي دي تكعيب الجذر التربيعي لكي بي ام بي الكل تربيع بلس كي تي في ام تي الكل تربيع، المفروض ده كله اقل من او يساوي التاو الاول بتاعتنا. خلي بالك الكويشنز دي الكويشنز اللي انت هتشتغل عليها لما تيجي تصمم اليو تو سترينث. دي ايه الكويشن اللي انت ايه هتصمم عليها، ومعظم مسائلنا على الموضوع ده. يبقى انت لازم كل المساله دي او الاكويشن دي يبقى المجهول الوحيد اللي فيها سياده الدايمتر المحترم ده، هو ده بس. يبقى ده معنى كلامنا ايه؟ معناه ان انا لازم ابقى عارف التو الاول، لازم ابقى عارف الكي تي، لازم ابقى عارف الكي بي، لازم احسب الام بي او تبقى جيفن هي والام تي. يبقى انت دول ده كده التارجت بتاعك. فانت في المسائل بتاعت الشاف ديزاين عموما تحط الايكويشن قدامك وتبدا بقى ان انت تجيب بارامتر بارامتر من الفور او الفايف بارامترز الموجوده قدامك دي، بحيث ان الايكويشن ما يبقاش ناقص فيها غير مين؟ غير الدايمتر، تعوض في الايكويشن بتاعتك تقدر تجيب الدايمتر. طيب نمسك بقى واحده واحده من دول ونشوف هنجيبهم ازاي مع بعض. نرجع للمحاضره بتاعتنا. اول حاجه بقى بدأ معانا اللي هو التيبل بتاع الكي بي والكي تي، ده كده ده اسمه تيبل، يعني هو يعني هو مش شكله تيبل لكن هو تيبل. ازاي بقى الكلام ده؟ جايب لك هنا القيم بتاعت الكي بي اللي احنا هنعتمد عليها. تعال كده نشوفها مع بعض. قال لك اول حاجه لو العمود بتاعك ستيشن ثابت وفي حاجه يعني هو كان مش هيتحرك، في حاجه يعني معاك عمود مثلا وعليه طاره والطاره هي اللي بتلف عليه مثلا او كده، والحمل ابلايد جراديول يعني واحده واحده، بدا مثلا بسرعه صغيره ثم فضل يكبر 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 كده، مش تشك مش فجاه يعني مش صادنلي كده. فقال لك في الحاله دي باخد الكي بي والكي تي هما الاثنين بواحد، دي بواحد ودي بواحد، يعني تقريبا التشك والفتيك كانهم مش موجودين معاك. ليه؟ لان انت لو جيت الحق كده هو اصلا العمود ما بيلفش ما بيلفش، فمعنى كده ان الموجب والسالب الكمبريشن والتنشن مش هيتغيروا، هو ثابت في مكانه. تمام؟ فمعنى كده ان انت ما عندكش فتيج هنا، لكن والتشوك هنا تقريبا برضو ما فيش، لان اللود بتاعك الجراد واحده واحده، ما فيش ما جيتش رحت خابط مره واحده كده على اللود، يعني ترس حمل على ترس او فجاه او حاجه زي كده او طاره رحت مشغلها مره واحده. اذا الفيكس بتاعت الداينامكس دي هي والعدم سواه، عشان كده باخدهم واحد وواحد. لما يبقى عندك اللود فجاه طبقناه او ابلايد فجاه كده بناخده من واحد ونص لاثنين او من واحد ونص لاثنين، يعني هنا هما الاثنين زي بعض براحتك بقى، عايز تاخد واحد ونص اوكي، عايز تاخد اثنين اوكي،
وفي الغالب ممكن في المسألة هو بيديهم لك جاهزين، بس عشان معظمكم مطلع نفس الأرقام. نيجي بقى للحالة الأعم والأشمل والأكثر شيوعا، اللي هو لما يبقى الشافت نفسه هو بيلف، الشافت بتاعك بيلف. في الحالة دي برضو اللود جراديولي أبلاي، يبقى بناخدها واحد ونص واحد. لو صدنلي بس ايه مينور شوكس، يعني الصدمات بسيطة يعني مش حاجة جامدة يعني وكده، برضو من واحد ونص لاتنين، ودي من واحد لواحد ونص. لكن لو حاجة كده very severe أو heavy shocks زي ما بيقولوا كده، زي ما هو كاتب لك هنا، بتبقى من اتنين لتلاتة، من واحد ونص لتلاتة. دي كلها بتعتمد على الاكسبيرينس بتاعتك وعلى مدى السيفتي اللي انت عايز تطبقها في الشغل بتاعك. تمام، فده كده شباب اللي هو قيم الكي بي والكي تي، يا اما يبقوا جيفن، يا اما انت تعمل لهم اسامبشنز ديبندنج اوبن ذا ايه على التيبل اللي جيفن ليك في السلايد اللي موجوده قدامك دي. كده احنا جبنا مين؟ انا بص حاطط لك الايكويشن قدامك اهو كل مره، يبقى احنا هنا في دي اهو، ادي كده جبناها دي، عرفنا بنجيبها من فين، هي ودي. عظيم جدا. هتبقى معايا مين؟ الام بي والام تي. تعالى بقى نشوف قبل ما نخش على دول، نشوف التاو اللوبل، مش المفروض ده كله اقل من او يساوي التاو اللوبل؟ التاو اللوبل، ففاضل معانا ان احنا نجيب التاو اللوبل اللي احنا بنصمم هنا ديو تو ايه سترينث، او يعني اللي هو اليلد سترينث اللي هو بتاع الشير. فبص بقى هنا في الازم كود اللي هو شغال عليه، في حاله الكوميرشال ستيل، في حاجه شباب بيسموها الكوميرشال ستيل، اللي هو الستيل التجاري اللي انت بتروح تجيبه، او الكومن او اللي موجود في السوق ده. فقال لك ان التوقع اللوبل انا باخدها ب 55 ميجا باسكال على طول كده، لو عندك الشافت بتاعك without كي واي، لو الشافت بتاعنا without كي واي، ما فيهوش اي كي واي خالص موجود معانا. الكي واي يا شباب اللي هو ايه، زي ما خدنا في الحصه بتاعت وفي المحاضره بتاعت الكي جوينتس، اللي هو ده الشافت وادي ايه كده. يعني ده ما عايز يقول لك ان الكي اللي هنا ده انت بتعمل تجويف في الشافت، فالتجويف ده بيضعف الشافت بتاعك، فتلاقي ان القيمه على طول قلت من 55 لكام؟ ل 40، من 55 ل 40، لان كده انت عندك ايه؟ عندك هنا في ستريس كونسنتريشن موجود في حاله وجود الكي واي. خلاص يا شباب؟ يبقى اذا في حاله الشافت ويز كي واي زي ده، يعني معنى كده ان الترس اللي هيركب هنا او الطاره او وات ايفر الحاجه اللي انت هتركبها وهتدور لك العمود، او يعني العمود هيلففها عن طريق كي، يبقى على طول تاخد التوقع الاول بكام؟ تاخدها ب 40 ميجا باسكال. وطبعا قلنا عشان نحول لليونت بتاعت الكيلو جرام بير ملي متر سكوير، اقسم على 10 على طول، يبقى كام؟ ب 4. يبقى لو انت شغال باليونت دي 4، لو شغال باليونت دي 40، في حالة مين؟ شافت ويز كي واي. أما في حالة الشافت وذاوت كي واي، وذاوت كي واي بناخدها إيه؟ يعني شافت كده أهو معلوش أي حاجة خالص، يبقى التاو الأول بتاعتك يا إما ب 55 ميجا باسكال، أو ب 5.5 لو أنت شغال بالكيلو جرام بير مليمتر سكوير. ومسائل كتير جدا بتجيلك يقول لك وي يوز كوميرشال ستيل. خلاص انت ادام عرفت كوميرشال ستيل كده، التو اليبل دي جيفن، اصبحت جيفن، يعني مجرد ما يديك الاسم بتاع الماده مش هيدي لك اسم الماده، ولا هيقول لك ستيل مش عارف كام ولا 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 كل الكلام ده، مش هيديهولك. هو بس ان هو هيقول لك كوميرشال ستيل، خلاص انت تفهم، تسال نفسك هو في كي ولا مفيش كي. في كي تاخد القيم دي، مفيش خلاص تاخد القيم دي. خلاص كده، دي كده ايه المعلومه بتاعت التو اليبل اللي موجوده قدامنا دي، وده كان الجزء الاول اللي هو بيشرحه لك هنا. طب يا ترى كل الستيلز او الشافتس او السبندلز او الاكسل او كل الانواع دي تستخدم كوميرشال ستيل؟ طبعا لا، وارد جدا ان يجي واحد يقول لك والله انا هستخدم ستيل مش عارف كذا كذا كذا. يبقى في الحاله دي يا باشمهندس التو اليبل قال لك خدها بكام؟ 3 من 10 سيجما يلد، 3 من 10 من سيجما يلد، ده لمين؟ للشافتس without كي واي. يعني مثلا لو انت عندك ستيل 20، ستيل 20 تقريبا، ده كان
السيج ميلز بتاعته تقريبا ب 25 كيلو جرام على المليمتر سكوير، تضربه في 3 من 10، هتيجي بعد ما تضربها في 3 من 10 ده هو ايه التاو الاول. بس قال لك خلي بالك المفروض ما تكونش اكتر من 18 من 100 من السيجما التيميت يعني. المهم فانت عندك ايه هنا، بتبقى 3 من 10 تضربها في سيجما ييل ادتك التاو الاول. ده في حاله ايه يا باشمهندس؟ في حاله ان انت اشتريت، يعني هنا جه قال لك ان انا استخدمت ستيل جريد كذا، يعني هو هنا خلاص صنف لك قال لك اداك النوع بتاع الستيل. اما لو قال لك كوميرشال وسكت فالقيم دي المفروض سيادتك تبقى عارفها باي ديفولت خلاص. طبعا هنا بيقول لك ايه، لو في كي واي موجود عندك قلل القيمه دي ب 25% كمان. يعني نضربها في كام دي كده، لما تيجي تضربها اضربها في 75 من 100، في 75 من 100 يعني تبقى التو الاوبل في حاله وجود الكي واي، الكي واي ده تبقى 75 من 100، 75 من 100 مضروبه في 3 من 10 مضروبه في سيجما ييلد. تمام شباب؟ ده بكرر تاني، ده امتى؟ ده دي كده قيمه التو الاوبل اهي في حاله ايه؟ في حاله ان انت عندك كي واي موجود ايه؟ موجود في الشافت بتاعك او على الشافت بتاعك. الاثنين دول كلهم كده لما يجي يقول لك انا ما استخدمتش كوميرشال ستيل، انا استخدمت ستيل معين. قال لك استخدمت كوميرشال ستيل، لو سمحت مشكورا افتكر الارقام دي عشان لو انا جبتها لك مش هديها لك في المساله دي، ما بتبقاش معطاه في المساله. اللهم بلغ. تمام؟ يبقى احنا كده كمان جبنا مين؟ جبنا ده وعرفنا ازاي بنحسب الكي تي او بنجيبها من فين، هي والكي بي. يبقى ايه اللي اتبقى معانا في الايكويشن دي؟ ان انا احسب الام تي واحسب الام بندنج، الام تي والام بندنج، عشان تبقى الايكويشن دي كل البارامترز بتاعتها او الفاكتورز دي بقت جيفن او اتحسبت يعني او ديترماين، ما بقاش معانا غير مين؟ غير الاخ الدايمتر ده، هنحسب في الايكويشن بتاعتنا ونطلعها. طيب نيجي بقى نفكركم بس مع بعض، برضو بنجيب لك اشهر كيسز موجوده معانا، ازاي بنحسب البندنج وازاي بنحسب التوك. طبعا كده لو انت فاكر من السنه اللي فاتت او مر عليك حاجه شبيهه بالموضوع ده، اصعب حاجه موجوده معانا هو ايجاد البندنج، وده اللي عايز مجهود. ليه يا شباب؟ لان ده محتاج ان انت تطلع الرياكشن لو انت فاكر، يعني اي لودد بيم، اي لودد او اي عمود محمل وعليه مجموعه من الاحمال، فانت لازم تحسب الرياكشنز ولازم تحسب الشير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام مثلا لو هي مساله معقده شويه على طول دول. ويا حبذا كمان لو عندك اللودد على تو ليفلز، يعني ايه؟ يعني انت عندك اكسل عفوا هوريزونتال ومثلا في ايه فيرتيكال، يبقى انت لازم تحلها مرتين، مره هوريزونتال ومره فيرتيكال بنفس الطريقه، تطلع الرياكشن وتطلع شير فورس دياجرام والبندنج مومنت دياجرام، اصبح عندك تو بندنج دياجرامز وعندك تو ايه تو بندنج دياجرام. دول نعمل فيهم ايه؟ نجيب الريزلتنت بتاعته. خلاص يبقى ده كده ايه السيكونس بتاع الحل بتاعك. لو انت عندك ايه هوريزونتال وفيرتيكال هتحل المساله مرتين، وفي كل مره هتطلع البندنج مومنت دياجرام والبندنج مومنت دياجرام، وبعد كده تجيب الريزلتنت عند النقاط اللي موجوده، مثلا زي النقطه دي، زي النقطه دي، لو في نقطه ثالثه مثلا ولا حاجه ان شاء الله هنشوف في اكزامبل. فدي بتاخد بس منك مجهود شويه كوقت يعني، وطبعا في بعض المسائل ممكن يديها لك مباشره يعني. المهم يعني فانت ايه تذكر هذا الشيء عشان ان شاء الله يعني تحط، عشان بس الجزء ده منه بيطول معاك شويه، ففي ناس كتير منكم بتتلخبط وتنسى هو عايز يعمل ايه اصلا، اللي هي نفسه دخل في متاهه عمال يجيب رياكشن وشيل فورس وبندنج ويغلط هنا ومش عارف يرسمه، هو انا بعمل ايه ده كله اصلا؟ افتكر بس عشان اجيب دي، كل المتعكه اللي انت بتعملها دي عشان تجيب الاستاذ المحترم البندنج مومنت. طبعا الام تي دي يعني اسهل بكتير، بس جاست ان انت بترسم التورك دياجرام وخلصنا على كده ونشوف. تعال بقى نشوف ايه البيزكس معانا اللي انا بستخدمها عشان احسب البندنج واحسب التورك. طبعا هو المساله كمان ما بيجيبهاش لك كده يعني، خلي بالك كمان
ان انت هنا انا ده عمود وقلت لك دي الفرس بكذا. الفرس دي نفسها هو ما بيديهاش لك مباشرة، ده انت لازم تتعلم ازاي تحسبها من باور، من يعني على حسب الفورسز الموجودة معانا وطبيعتها وطبيعة التحميل. فلازم نشوف ايه الحاجات دي مع بعض. تعال كده نشوف ايه الحاجات الجيفن بالنسبة لنا او اللي معظم بتظهر معانا. يعني بص بقى يا باشمهندس، عشان تحسب التورشنال مومنت اللي هو الام تي والام بي، بدأ هنا بس بمين؟ بالام تي. فالراجل هنا قال لك ان الام تي دي بنجيبها من في الثلاث حالات يعني، او معظم المسائل بتاعتك اللي بتيجي بتبقى ازاي؟ لا اما باور، يجي يقول لك اتفضل الباور تساوي كذا، الباور بكذا، يبقى على طول الباور بيساوي ايه؟ او التورك بيساوي الباور على الاوميجا، وانت عارف ان الاوميجا سيادتك بتساوي ايه؟ الاوميجا بتساوي تي في باي عبارة عن 2 باي ان على 60، 2 باي ان على 60، والان اللي هو النمبر اوف ريفوليوشنز. خلاص؟ بس هنا ما حطلكش ال 60 على اساس ان النمبر اوف ريفوليوشن هو ايه؟ ممكن يبقى قصده بالسايكل بير سكند. المهم راح حاططها لك هنا كمان في يونت ثانية وظبطها لك. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني معظم مسائل التصميم يا باشمهندس يجي يقول لك معايا موتور بيلف الباور بتاعته مثلا ب 3 حصان، ب 2 حصان، 5 حصان. فكلمه انه يديك الباور بالهورس باور دي شائعه جدا، ما بيديهاش لك بالكيلو وات. ففي الكتاب هنا الراجل راح مظبط لك اليونتس، قال لك اتفضل لما يجي ويدي لك الباور بالهورس باور يبقى انت سيادتك هتعمل ايه؟ هتيجي تقول 71620 في الباور زي ما هو مديها لك 3 5 زي ما هي، على ان بالار بي ام، يعني على حسب الان دي هو مديها لك بايه؟ بالار بي ام. والناتج بما ان انا اديتك ارقام يبقى لازم اجبرك على يونتس، هتبقى كيلو جرام سنتيمتر، خلي بالك من الحاجه دي. ولو انت هتشتغل بالكيلو وات قال لك كمان ما تحاولش، حطه زي ما هو ب 9550 في الباور بالكيلو وات على ان بالار بي ام تطلع بالنيوتن متر. ممكن تحفظ دول للسهوله ممكن ما تحفظهمش، انا مش محتاج. لا عادي جدا انا ممكن احلها بايه؟ بالقانون اللي فوق ده اللي هو الباور في او الباور على اللي هو الاوميجا، والاوميجا اللي هي 2 باي في ان على 60، وانت شاطر في الوحدات وزي الفل وخلاص مفيش مشاكل. يبقى دي اول كيس معانا يا شباب اللي هو لما يبقى مدي لك الباور. الكيس الثانيه لما يبقى معانا بيلت درايف. كلمه بيلت درايف طبعا دي كيس مشهوره جدا 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 في التصميم بتاعنا. يجيب لك الطاره والطاره دي عليها سير، طبعا السير ده يا شباب بيبقى عليه تنشن، خلي بالك كلمه تي 1 هنا مقصود بها فورس، دي فورس التنشن فورس هي بتاعتنا مش تورك. التورك ده خلاص انساه، التورك بعبر عنه بام تي. فقال لك هنا في تنشن وهنا في تنشن بس بيبقى فيهم واحد اكبر من الثاني، يبقى التورك المتولد على طول عباره عن الفرق في الفورسز مضروب في نصف القطر. تي 1 ماينس تي 2 مضروبه في مين؟ في الار. كده انت جبت ايه سيادتك؟ جبت التورك بتاعك ده. طب هو السؤال هو التي 1 والتي 2 في ريليشن شيب ما بينهم؟ ايوه، قال لك بتساوي تي 1 على تي 2 بتساوي اي اس نيو سيتا. سيتا اللي هي الكونتاكت انجل اللي هي دي. خلاص؟ وميو اللي هو معامل الاحتكاك ما بين السير وما بين الطاره. تمام يا شباب؟ فاذا التو كويشنز دول برضو اللي هم بتوع الام تي والتي 1 على تي 2 بتساوي اي اس نيو سيتا، دول اللي احنا بنستخدمهم عشان لا اما اجيب الفورسز. يعني هو ممكن يديك الام تي دي، فانت محتاج تعرف التي 1 والتي 2. طب ليه اعرفهم؟ ما انا خلاص جبت التورك. عايز تعرفهم يا باشمهندس عشان الشفت اللي هنا ده اهو، مش هنا في شفت كده موجود معاك؟ ما انت عايز تشوف الفورسز اللي عليك هتبقى كام نتيجة للتي 1 والتي 2، ما انت هتجيب المحصلة بتاعتهم وتحطها هنا. فانت في معظم المسائل بتبقى عايز تجيب التي 1 والتي 2، فانت هتطبق في التو اكويشن دول. ادي اكويشن، ففي الغالب الام تي بتاعت البلت بتبقى معروفة، فادي اول اكويشن تي 1 ماينس تي 2 في الار، دي اكويشن رقم واحد. وتي 1 على تي 2 دي بيسموها التنشن ريشيو، دي بيسموها التنشن ريشيو. هيبقى مديها لك في المسألة ممكن مباشرة يعني. ما في الغالب ما بيديكش الميو والسيتا ولا تعملش الكلام ده كله، بيقول لك التي 1 اوفر تي 2 ايكوال مثلا 2، خلاص كده اتعرفت يعني. فتحل التو كويشن دول مع بعض تقدر تطلع التي 1 والتي 2.
الجزء الثالث اللي هو لما يبقى ترس طبعا، ادام دي اشهر برضو حاله مشهوره جدا موجوده معانا، ومعظم المسائل بيبقى فيها ايه موجود فيها تروس. فالترس اللي موجود معانا ده شباب يعني ممكن ده ايه القوانين بتاعته لو انت فاكر، المفروض هنا معانا ايه ده شكل الترس بيبقى انفليوت، بيبقى ايه انفليوت بالشكل ده، والسنه التانيه بتبقى واخده نفس الشكل، واخده نفس الشكل. في بتبقى تو فورسز، في اف تي وفي اف ان، في اف تي وفي اف ان، وفي بريشر انجل اللي هي موجوده معانا دي. ممكن نرجع للجزء ده، نيجي في حاله التروس يا شباب. لو احنا جينا هنا ادي معاك ايه الترس مثلا الاولاني بيبقى شكله مثلا كده، فلو احنا معانا ترس يا شباب زي ده، معلش نقوله تاني، ده ترس اهو، والمفروض الترس ده فيه شافت هنا، وفي ترس تاني بيبقى موجود كده، لازم بيبقى فيه واحد فيهم قائد والتاني منقاد مثلا، يعني ده بيدور، ده بيلف مثلا كده وده بيلف كده. خلاص يبقى دول ايه التروس بتاعتنا اهي. ده ترس ممكن يبقى سبير جير زي ده، او ممكن يبقى ايه اللي هو الهيليكال. المهم هنا بيبقى ما بينهم دول كده، هنا ما بينهم ده بيبقى ليه تورك، بيبقى هنا في قوة مماسية، او يعني تأثير الترس ده على الترس ده ما بيبقاش كومبليتلي هوريزونتال، يعني ده كده خط وده اللي هو التعامل بتاعه. فهنا بتبقى فيه قوة كده، هي دي القوة المحصلة اللي ايه اللي بيضغط بيها الترس اللي تحت. لو قلنا فرضنا ان ده هو الجيبن او هو الدرايفر مثلا، ده الدرايفر وده اللي هو الدريفن. الفورسز الموجوده دي بيسموها كده بريشر انجل، بريشر انجل. فالفورس دي انا بحليها مركبتين، ادي المركبه الاولانيه اللي هي دي بسميها اف تي، اف تي، وفي يعني لما تيجي القوة التانية بتبقى ايه عمودية كده يسموها اف ان، اف تي واف ان، اللي مسؤول يعني عن التورك، عن الام تي اللي بيتنقل من الترس ده للترس اللي فوق، هي الاف تي. يعني اللي بيدور الترس ده هو مين، او عفوا اللي بيدور الترس اللي فوق هي اف تي دي. فدايما كده الام تي على طول بتساوي كام، بتساوي الاف تانجنشال دي مضروبة في الدايمتر بتاع الجير على الاثنين، على اساس ان احنا دايما بنشتغل بالدايمتر يعني. يبقى ده كده يا شباب اللي هو بيدي لك ايه التورك، سواء التورك ده هنا او هنا، يعني انت دايما بنبدا كده، ده بيبقى جيفن، ام تي دي بتبقى جيفن. خلاص يبقى منها تقدر تجيب الاف تي دي، الاف تي دي تضربها في نصف القطر ده جبت التورك اللي هنا. خلاص يعني التورك اللي هنا واللي هنا مش متساوي، ده ما بيتغير على حسب ايه الدايمتر. جبت الاف تي. بالنسبه للاف ان بقى بتساوي كام؟ الاف ان دي بتساوي اف تي، اف تي تان فاي، تان فاي، والفاي دي يا شباب اللي هي ايه زي ما قلت لك من شويه اللي هي البريشر انجل، وفي الغالب الفاي دي بتبقى من 14 ونص ل 20، ده البريشر انجل دي. بس الموست كومنلي او الكومن ليها فاليو اللي بتاعت الفاي بيبقى 20 درجه، او على حسب هو ما ايه ما اديها لك في المساله. خلاص يبقى ده كده اللي هو ايه، طبعا الاف ان والاف تي جت بس اللي هو من الفورس، يعني انت عندك دي مثلا ادي الاف ان وادي الاف تي وادي الزاويه اللي هي فاي، وده اللي هو ايه كده. فانت عندك هنا تان فاي يساوي كام؟ تان فاي بتساوي اف ان على اف تي، يبقى الاف ان على طول بتساوي كام؟ اف تي في تان فاي. بس عشان ما ايه ما تحفظش قوانين، تبقى فاهم كل قانون جالك من فين. تمام يا شباب؟ فده اللي احنا بنتعامل بيه، او دي القوانين اللي انت سيادتك هتستخدمها في حاله التروس، في حاله التروس بتاعتنا.
جت من فين؟ جت نتيجة ان التروس لما بتتعشى مع بعض تبقى واخدة الشكل الانفليوت ده، اللي هو ده شكل السنة اهو كده خلاص، والسنة التانية بتبقى راكبة عليها كده، تبقى واخدة نفس الشكل كده. ودي الكونتاكت بوينت بتاعتها، وعلى حسب بقى مين الدرايفر ومين الدريفن، مين الدرايفر ومين الدريفن هنا. فلو ده الدرايفر بتبقى في الغالب ايه، ادي إيه الفورس اللي موجودة هنا، بتبقى ده كده مثلا اف تي اف تي، وبتبقى العمود عليها كده مين، اللي هو ايه اف ان. طبعا لو ده هو الدرايفر، لو ده هو الدرايفر على حسب برضو ايه، هيلف لك مثلا كده، يبقى الاف تي تلاقيها العكس والاف ان ايه لتحت خلاص، اللي هو لان البريشر انجل بتبقى جايه كده. خلاص يا شباب، فده كل ما يخص ايه موضوع التروس. يبقى انت كده من السلايد المحترمه اللي موجوده قدامك لخصنا كل القوانين اللي هتستخدمها عشان تجيب الام تي، او من الام تي تجيب الفورسز، او من الام تي، خلي بالك من كلامي، من الام تي تجيب الفورسز دي. طب الفورسز دي ان شاء الله هعمل بيها ايه، سواء مثلا التي 1 والتي 2 او الاف تي، او في حاله الجيرس وكده، دول يا باشمهندس اللي هم مدخل لايجاد مين، الام بندنج. زي ما قلت لك من السلايد اللي قبليها، يبقى انت هتجيب الفورسز دي عشان تحطها على العمود اهو، ومن الفورس دي ترسم شير فورس وبندنج دايجرام، وتطلع ايه الليله دي كلها عشان تجيب الام بندنج. رتب افكارك، ما تتلخبطش، اعرف انت معاك ايه وعايز توصل لايه وهتوصل له ازاي، عشان بس ايه ما تتوهش مني في النص. وهنا الراجل كاتب لك اهو بندنج مومنت اللي هي الام بي فروم البندنج مومنت دايجرام اد ذا كريتيكال بوينتس، يعني تشوف الكريتيكال بوينت اللي عندها اعلى قيمه للفورس دي، او عفوا اعلى قيمه للمومنت. ده كله الكام سلايد اللي فاتوا دول، واللي انا يعني انت يمكن نسيت الموضوع اصلا، كان ايه الشافت ديزاين بيز اون سترينث، يعني انا ده كله ده بصمم لما يبقى عايز اصمم على الستريسز، على الستريسز بتاعتنا. طيب لما اجي اصمم بقى على، هو في حاجات تانية ممكن اصمم عليها؟ اه ممكن تصمم على التورشن، ممكن تصمم على الاخضر على التورشن ده، تورشن ريجيديتي. طب ايه الفرق ما بينهم، او بنصمم ازاي على التورشن ريجيديتي دي؟ هنا كلمة تورشن ريجيديتي هنا المقصود بيها سيتا، سيتا مش انت عندك سيتا، لو انت فاكر قوانين التورشن كانت بتساوي تي في ال ال على الجي في الجي، فاكر يا باشمهندس القانون ده؟ في مسائل كتير تصميميه يجي المصمم يقول لك ايه، والله انا معايا شافت اهو، الشافت ده عليه تورك، عليه تورك معين، انا مش عايز السيتا اللي موجوده على الشافت تزيد، مش مقبول انها تزيد مثلا عن وليكن مثلا 0.15 درجه مثلا يعني. ده بالنسبه لك انت كونسترين، ده تارجت، ده هدف انا عايز اوصل له، عايز احققه، مش مهم معايا سترينث، مش مهم معايا الاسترس اللي يزيد ولا ما يزيدش، هو ايه، هو عارف ان المساله مش هتزيد، بس هو مهم جدا بالنسبه له ان ما يحصلش هنا ايه يعني زي بيسموه اللي هو التويستنج، يعني عايز يعمل ريزيستنج للتويستنج بتاعه، فانت ده التارجت بتاعك. فعلى طول اللي هو ايه القانون بتاعنا اللي احنا المفروض عارفينه، يعني ام تي في ايه في ال ال على الجي في الجي، ومش هقول لك اكتر من كده، لان هو هنا في الكتابه تلاقيه ملخص لك حاجات وكده 584، بس عشان ايه يسهل عليك. دي بص كده معايا هنا، ده اللي هو القانون العام بتاع التورشن ستريس، تمام، واللي هو ده، وجاب له هنا سيتا ماكسيم اللي هي تي في ال ال على الجي في الجي لو انت فاكر، بس احنا قلنا ان تي هي مين، هي نفسها الام تي اللي هي الجزء ده، التي هي مين الام تي. طيب الجي هنا بقى ايه اللي هو الباي على ال 32 وشويه اختصارات، بقى هنا بكام، ب 584، عشان يخليها لك بايه بالديجري. افكرك تاني وخلي بالك في الموضوع ده يا باشمهندس، ان انا هنا السيتا بتبقى ايه بالراديان، سيتا بالراديان خلاص، عشان بس ايه يعني انت لو هنا ساعه من القانون ده تعرف ان السيتا اللي انت لازم تستخدمها لازم تبقى بالراديان. طب ايه اللي هيفرق معايا،
يعني هو في الغالب يجي يقول لك مثلا والله صمم بحيث النسيتا لا تزيد عن مثلا سين واحد درجة مثلا، يعني لكل متر، لكل متر. ده معناه على طول كده، معناه ان ال هتساوي 1 متر، سيتا اللوبل اللي انت هتصمم عليها هتساوي 1 في باي على 180 عشان الناتج بتاعك بالريدين. ده اللي انت هتستخدمه، ما ينفعش تستخدم الواحد على طول. تمام يا شباب؟ ده بس ايه، تخلي بالك من الحاجات القيم اللي هو بيديها لك. اخر كرايتيريا هو بيصمم عليها، بيصمم على اللاترال او الديفليكشن، على الانحناء، على الانحناء بتاعنا بتاع الشافت بتاعك. ودي بتظهر في الغالب، يعني مثلا يكون عندك ايه، لو انت فاكر باشمهندس قلنا بيم زي ده وفي لود هنا، فقلنا ده هيحصل له انحناء بالشكل ده. القيمة دي بيسموها ايه؟ واي ماكسيموم، وبتساوي ايه؟ الفورس بي، بي في ال تكعيب على 3 اي ار، ودي اللي هي ايه؟ ال ال. وطبعا الاي لما يبقى الاي بتاعتك دي، لما يبقى الاي بتاع كروس سيكشن سوليد سيركولار شاف زي ده، بيساوي كام؟ باي على 64 في الدايمتر اس 4 لو انت فاكر يعني. تمام يا شباب؟ فانت من المساله دي يجي هو يقول لك والله يا باشمهندس صمم المساله دي بحيث ان الواي الترخيم اللي هيحصل ده معاك يكون اقل من او يساوي واي الاول، والرقم ده هو يديهولك. يبقى انت هنا الكويشن دي كلها مجهول اللي هو مين؟ اللي هو الدايمتر. اشهر تاني حاجه تاني ان هو ما يجيبلكش، ده اسمه كانتليفر بيم. في سيمبل سبورتد بيم الرقم ده بيبقى كام؟ طبعا لو موجود في النص بالظبط، لو اللود ده موجود في النص، يعني دي ال على 2 ودي ال على 2، في الحاله دي بتبقى ايه؟ الواي ماكسيمم اللي هو اقصى ترخيم ممكن يحصل معاك، اقصى ترخيم ممكن يحصل معاك دي كده بيسموها ايه؟ الواي ماكسيمم، عفوا معلش، دي كده بيسموها ايه؟ الواي ماكسيمم بتاعتنا. تمام؟ الواي ماكسيمم هنا دي بتساوي بي ال تكعيب بس على 48 اي اي، زي ما احنا اخدناها الترم الاول وخدناها في مواد كتير، وحتى انت فاكر ان النسبه بين دي ودي كام؟ 16. لو نفس الطول ونفس الفورس ونفس الدامتر ونفس الماتيريال بيبقى تقريبا 16 ضعف الفرق الترخيم اللي هنا بالنسبه للترخيم اللي هنا، عشان دايما احنا في التصميم بنبعد عن مين؟ بنبعد عن الكانتليفر. بس ده ما يمنعش ان في بعض الابلكيشن غصب عني انا مضطر ان انا استخدم الكانتليفر لودنج اللي موجود قدامي ده. فدي القوانين اللي انت هتستخدمها عشان تصمم ديو تو ايه؟ ديو تو لاترال ريجيديتي، او اللي بيسموها الديفليكشن. طبعا القانون ده او السلايد دي جايب لك كيسز كتير، يعني A و B و C و D و E و F، وكل واحدة رسم لك الشير والبندنج، الشير والبندنج مومنت هم موجودين قدامك. مرة جايب لك لود في الآخر يبقى B في ال تكعيب على 3 اي ار، ومرة جايبه لك لما يبقى في ديستريبيوتد لود زي ده يبقى كام؟ F في ال تكعيب على 8 اي ار، وبعد كده جايب لك اللي هو ايه سمبل سبورتد بيم لما يبقى في فورس F تبقى بي في ال تكعيب على 48 اي ار، ومره لما تبقى القوه مترحله مسافه ودي ليها طول ودي ليها طول قال لك بكام؟ بي اف سي داش مش عارف ايه، يعني دي معقده شويه. واللي بعديها برضو لما تبقى تو فورسز اهم، وبعد كده لما جاب لك حمل زي ده، عفوا بيم وعليه حمل موزع زي ده، قال لك بخمسه على كام؟ 384، وهكذا. يمكن احنا اللي يهمنا هنا او اشهر علاقتين، والصراحه اللي انا عايزك تحفظهم اللي هي العلاقه دي والعلاقه دي. نيجي بعد كده لاخر حاجه موجوده معانا. الحاجه الاخيره اللي موجوده معانا دي يا شباب اللي هو الستاندرد سايز اوف شافتس. سيادتك ربنا كرمك وقدرت تجيب التوقع الاول او تطلع الكي بي من جدول والكي تي لو هو مش مديهم لك، وربنا كرمك وجبت الام تي
وجبت الام بندنج، ويا في الاخر خالص ختمت ان انت جبت الدايمتر. الحمد لله وصلت. الدايمتر اللي سيادتك جبته ده يا ترى هتستخدمه زي ما هو؟ يعني مثلا الدايمتر اللي طلع معاك ده طلع وليكن مثلا 18.05 او 18.1، 18.2 مثلا. الابعاد دي كلها شباب مش ستاندرد، ففي حاجه بتبقى ستاندرد سايز موجوده او تيبيكال سايز، دي بتبقى موجوده في السوق، واللي انت ممكن انت في الغالب يعني ما بتروحش تصنع الحاجات دي، انت بتروح تشتريها جاهزه، بس بتشتري السايز المتاح او اللي موجود خلاص. فالراجل هنا قال لك في الماركت عموما، الماركت الافيليبل سايز تبقى بالشكل ده اب تو 25 ملم، الانكريمنتس بيبقى نص مليمتر. ده معناه ايه؟ معناه ايه السطر ده؟ معناه اللي موجود في السوق مثلا لو انا هبدا مثلا من 13، هتلاقي 13 افيليبل و13 ونص افيليبل، يعني هتلاقيه موجود في السوق. 14 موجود، 20 موجوده، 20 ونص موجود، 21 موجوده، وهكذا. يبقى انت هنا بتزيد بايه؟ بتزيد بالنص. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت مثلا طلع الدايمتر بتاعك مثلا 14.9، طبعا دي على طول تاخدها 15 مفيهاش مشاكل. طب لو طلع 14.4، لا تاخد كام؟ 14.5. ده ستاندرد سايز، ده ستاندرد، ما تقولش 15 بقى. من 25 ل 50 قال لك هنا بيزيد بالواحد، بيزيد بالواحد. يعني لو طلع معانا هنا في الكيس دي، لو طلع معاك مثلا هنقول 47، 47.4، ما ينفعش تقول 47.5، لا تاخد كام؟ 48، وهكذا. بالنسبه للباقي من 50 ل 100 بيزيد بالاثنين، يبقى 52، 54، 58، 60، وهكذا. فلو طلع مثلا معاك، طلع وليكن هنا مثلا ناخد باكزامبل برضه عشان نفهم بيه، وليكن مثلا 85، يبقى على طول تاخد كام؟ 86. لو طلع معاك مثلا 84.1، ما ينفعش تاخد 85، لازم تاخد كام؟ برضو 86. لو قلنا دي مثلا 11، تمام كده يا شباب؟ ودي بس ايه الحاجات دي. اكتر من 100 بيزيد بالخمسات، بيزيد بايه؟ بالخمسات، يعني 100، 105، 110. افتكر الخطوه دي يا باشمهندس عشان في ناس كتير بتنساها، ان هو ايه؟ بيفضل ينهمك في الحسابات ويحسب يحسب 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 لحد ما يطلع الدايمتر، وينسى في الاخر ان الدايمتر اللي هو طلعه ده مش ستاندرد، مش تيبيكال سايز، فلازم ياخد ايه؟ يختم الشغل بتاعه كده ب ان هو يختار التيبيكال سايز. وبكده نكون قدرنا او اتعلمنا مع بعض ازاي بحسب وبصمم اي شافت بتاعي، سواء ديو تو سترينث، ديو تو تورشنال ريجيديتي، ديو تو لاترال ريجيديتي او الديفليكشن. وفي الاخر عرفنا ازاي بنختار السايز المناسب. اتبقى بس معانا ان احنا ايه، نحاول نترجم كل اللي احنا اخدناه ده في صورة اكزامبل يكون لامم حاجات كتير، ونفهم منه السيكونس بتاع الحل بتاعنا بيمشي ازاي. وده يمكن مش هقول اصعب او يعني، بس هو ده تقريبا المثال ده انا جايبه من كتاب بتاع التمارين بتاع الاستاذ الدكتور كرم، ربنا يديله الصحة والعافية ويكرمه يا رب ويجعل الكلام ده في ميزان حسناته. المثال ده موجود في الكتاب بتاع التمارين والبروجكت. اول اكزامبل هو اطول اكزامبل موجود معاك، ومن ناحية الحسابات ومن ناحية الطول وكده، في الجزء المسائل المحلولة وفي برضو ايه الجزء المسائل الغير محلولة. هناخده مع بعض خطوة خطوة، ونطلع كل الداتا بتاعتنا ونشوف هنحل ازاي المسألة بتاعتنا دي. ركزوا معايا الله يكرمكم. طيب انت دلوقتي مسألة زي دي اول حاجة ما تتخضش منها، بص عليها واحدة واحدة، تحاول تفهمها، تحاول كل سطر تقرأه او كل جملة تيجي في نهايتها وتقف وتقول انا استفدت ايه من الجملة دي، وتطلعه على جنب، تمام؟ وبعد كده تطلع الجيفنز بتاعتك كلها، تحط الاكويشن، تشوف انت عايز توصل لايه، وهكذا. اول حاجه الراجل هنا بيقول لك ايه، the solid shaft shown in figure is supported between bearings B and Q. B and Q، فين البي والكيو؟ ادي البي اهي وادي الكيو، يبقى الرسمه دي كده دي بتاعت bearings خلاص، جورنال بيرنج مثلا 180 سنتيمتر ابارت اند روتيتس ات 250 ار بي ام،
عظيم جدا. يبقى الراجل جه هنا قال لك ايه؟ قال لك ان طول الكل بتاع الرسمه دي كلها 180 سم، يعني تقريبا مترين ال20 سم، يعني يعني يعتبر عمود طويل مش قصير ده بالنسبه لل يعني ده ممكن تسميه اونلاين شافت. المهم فقال لك المسافه اللي هو دي كلها 180، وجه الراجل قال لك ان العمود ده بيلف بكام؟ 250 ار بي ام نقطه. يبقى انت كده طلعت بكام حاجه من الجمله دي؟ طلعت ان الشافت بتاعك ده 180 سنتيمتر، ده التوتال لينث. الان او الديه بتساوي كام؟ او بتساوي اهي 250 ار بي ام. A 20 degree involute gear of 30 سنتيمتر diameter is keyed to the shaft at a distance of 15 سنتيمتر to the left of the right hand bearing Q. جملة طويلة فيها تفاصيل كتير، تعال نقرأها مع بعض مرة تانية. A 20 degree involute gear. يبقى أول حاجة هنا بيقول لك إن الجير اللي أنت مستخدم ده involute gear، واللي هي الكونتاكت او البريشر انجل دي خدها ب 20 ماشي. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك انفلوت جير دي. فين جير دي؟ اهو ده كده الجير دي اهو، ماله ده؟ على بعد 15 سنتيمتر من الرايت بيرنج كيو، ده على ايدنا اليمين اهو عشان كده سميناها رايت. قال لك على بعد مسافه 15 سنتيمتر، والقطر بتاعه 30 سنتيمتر. يبقى انت عندك هنا ايه؟ عندك الديامتر بتاع الجير بيساوي 30 سنتي. بعد كده قال لك ايه هنا؟ تو بولز بي اند سي، ادي الطاره الاولانيه اللي هي بي، وادي الطاره الثانيه اللي هي سي، اوف ديامترز 75 سنتيمتر اند 60 سنتيمتر ريسبكتيفلي ار لوكيتد اون ذا شافت ات ديستانس 60 سنتيمتر اند 135 سنتيمتر ريسبكتيفلي تو ذا رايت اوف ذا ليفت هاند بيرنجز بي. برضه جملة طويلة، تعال اقرأها تاني. بيقول لك إن الطارتين الموجودين معانا اللي هي البي والسي، أدي البي وأدي السي، أوف ديامتر 75 و60، يعني باينة ده 75 وده 60. وإن ما عرفتهاش من الشكل تعرفها من كلمة إيه؟ ريسبكتيفلي، دي يعني بالترتيب، اللي ذكره الأول يبقى هو الرقم الأول، فالبي يعني 75 والسي يعني 60. Located on the shaft at distance 60 and 135. يبقى المسافة من هنا لحد هنا 60، والمسافة من هنا لحد سي دي كده كام؟ 135. طبعا هو جاب لك دي على بعضها 60 و75 تبقى 135 تمام. نقطة A power unit supplies 40 horse power. يبقى ده الانبوت بتاعك يا باشمهندس، ده الانبوت اللي هو الجير ده، يبقى في جير تاني جنبه هو اللي بيدوره. قال لك الباور اللي السبلاي اللي هنا اللي هي داخله لللاين شافت ده ب 40 هورس باور تو ذا جير، اند ذا ماشينري تيكس 25 هورس باور فور بولي سي. والبولي سي دي بتاخد 25 هورس باور، والبولي بي بتاخد 15 هورس باور. لازم تلاقي مجموع دول يساوي الانبوت اللي هو ال 40، لازم الانبوت يساوي ايه؟ الاوتبوت بتاعنا. The drive from B is vertically downward while the drive from C is downward at an angle of 60 degree to the horizontal نقطة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي يا باشمهندس طارة. الطارة دي لما تيجي انت سيادتك تبص لها من هنا تظهر دايرة، اللي هي الدايرة الكبيرة دي، ودي C اهي، والترس الصغير دي اللي هو الدايرة الصغيرة دي. فالراجل قال لك ان البي الشد اللي عليها سماها تي بي 1 وتي بي 2 داون وورد، فيرتيكالي داون وورد. اما الشد اللي موجود على السي على الطاره سي مايل بزاويه 60 درجه على الافقي، يعني زاويه دي 60 دي كده 60 ماشي. In both cases the tension ratio، فاكر كلمه tension ratio دي اللي هي تي على تي؟ يعني هنا المفروض تبقى عارف ان تي او يعني اللي احنا اتعلمناه دلوقتي بي 1 على تي بي 2 تساوي تي سي 1 على تي سي 2 تساوي 2، دي كده اسمها تنشن ريشيو از 2، اند ذا انجل اوف كونتاكت بتوين ذا بولي 180. كلمه الانجل دي يعني ايه؟
لو انت فاكر الانجل اوف كونتاكت دي، اللي هو يعني ادي مثلا ادي الطاره بتاعتك اهي، دي الطاره. فانت لما تقول الانجل 180 يعني ده وده موازين لبعض، موازين لبعض، عشان لو هي اكتر من كده بشويه او اقل من كده بشويه هتلاقي ان الاسهم دي او الفورس دايركشن ده لا اما هيقرب من بعضه لا اما هيبعد عن بعضه. لكن هو بيقول لك ايه 180 يعني هما ايه يعني موازين لبعض زي ما باين في الشكل كده قدامك. وبعد كده راح يجيب لك الكي بي والكي تي ذا كومباين فاتيج اند شوك فاكتورز فور تين فور تورشن. خلي بالك قال مين الاول، هنا قال تورشن وبعد كده قال لك البندنج. قال لك خد التورشن بواحد ونص والبندنج خدها بكام؟ باتنين ريسبكتيفلي. يبقى اللي قاله الاول تدي له الرقم الاولاني كده، ادانا الكي تي وادانا مين كمان؟ الكي بي. ده مش كده بس كده، وراح جاي في الاخر قال لك ايه؟ فاين ذا شافت دايمتر اف اتس ميد اوف كوميرشال ستيل. كلمه كوميرشال ستيل اهي ظهرت قدامك، معناها ايه؟ معناها ان انت هتستخدم التاو اللوبل بتاعتك باربعه ولا خمسه ونص؟ ايه الاربعه والخمسه ونص دول اللي احنا قلناهم من شويه؟ قلنا الاربعه ده لما يبقى ايه؟ في كي واي، ولو الخمسه ونص وزاوت كي واي. هنا في كي ولا مفيش؟ حد فاكر؟ او حد لقط الكلمه اللي تجاوب لك على السؤال ده؟ اهي كلمه از كيد. كلمه از كيد دي معناها ايه؟ معناها ان الجير ده اتثبت على الشافت ده عن طريق كي واي. يبقى معنى كده ان انت الشافت بتاعك ده فيه كي، يبقى في الحاله دي تاخد التوقع الاول بكام؟ باربعه زي ما هنشوف بعد شويه في الحل. تعالى بقى نشوف الحل خطوه بخطوه ونشوف احنا المفروض نعمل ايه، او انا هبدا ازاي حل يعني. اول حاجه في الحل بتاع سيادتك، نكبر الشاشة شوية، هتكتب الايكويشن قدامك اللي انت المفروض بسم الله الرحمن الرحيم حل. تكتب الايكويشن دي قدامك 16 على باي دي تكعيب الجذر التربيعي لكي بي ام بي الكل سكوير بلس كي تي ام تي سكوير، كل ده اقل من او يساوي التاو اللوبل. طيب انا عندي ايه وعايز ايه؟ يبقى سيادتك هنا التاو الاول باربعة، دي خلاص احنا ايه فور كوميرشال ستيل ويز كي واي. يبقى دي اول حاجه اللي احنا اخر حاجه قلناها احنا بنشرح المساله، هو اول حاجه بدانا بيها الكي بي ب2 الكي تي ب1 ونص. يبقى اذا اللي احنا عرفناه هنا، اللي احنا عرفناه هنا ان احنا معانا ال دي اتجابت دي كده خلاص اتجابت ودي اتجابت او يعني اتجيفن او هو الراجل اعتبر مديهم لك. اتبقى مع سيادتك ايه هنا لسه ما تعرفش؟ الام تي، الام تي والام بي هتجيبهم هتعوض في الايكويشن دي، خلاص جبت كده ايه الدامت. يبقى ده الدامت ده اللي احنا ايه ده اللي احنا عايزينه. طيب تعال بقى نشوف ايه اللي هو اداهولنا، كله متلخص معاك انا كتبته لك اهو بخط ايدي عشان بس ايه نحل المساله دي مع بعض خطوه بخطوه كانك في امتحان او انت وبتذاكر يعني. ادانا ال ان ب 250، قال لك الفاي ب 20 يبقى انفليوت جير، قال لك كي يبقى التو الاول باربعه والكي بي ب2 والكي تي ب1 ونص، واللي خدناها باربعه عشان كوميرشال ستيل، وادينا التنشن ريشيو تي 1 على تي 2 ب2. اعتقد دي كلها حاجات احنا قلناها احنا وبنقرا. نيجي بقى للدايمنشنز، ادينا الجير دي قال لك الدايمتر بتاعه 30، طب والباور اللي عنده ب40. خلي بالك من حاجه، ادي العمود كله بيلف بنفس السرعه دي، وادانا هنا باور يبقى على طول باور وان، يبقى انت كده تقدر تجيب مين؟ الام تي اللي عند الجير دي. نفس القصه، الان موجوده والباور بتاعت بولي بي موجوده، والباور اللي عند بتاعت البولي سي برضو ايه موجوده. خلاص يبقى التو باورز دول مع الان، يبقى انت تقدر تجيب ام اللي هنا برضو ام تي، وتقدر تجيب ايه ام تي اللي هنا. دي اول خط هو في المساله بتاعتك انت هتعملها، وادالك طبعا الدايمترز بتاع الاثنين. وخلي بالك ان هنا قال لك ايه فيرتيكال داون وورد، وده داون وورد ات ان انجل اوف 60 ديجري تو ذا هوريزونتال. تمام يا شباب؟ طيب هو عايز مننا الدايمتر، احنا لحد دلوقتي ما قلناش حاجه جديده. اول حاجه برضو احنا عاملين الكوشن تاني اهي قدامك فور جير دي، فور جير دي بدانا بس دي كده. التارجت بتاعك ان انت تجيب الفورسز والتورك، الام تي، الام تي
بتساوي الباور على الاوميجا ب 40 في 75، تمام، على 2 باي في ان على 60. ال 75 دي ايه بتاعت ايه؟ ال 75 دي بتاعت ايه؟ دي يا شباب بتاعت التحويل من اللي هو عشان تحول من الباور بتاعتك من الهورس باور لليونتس اللي هتطلع معاك بالكيلو جرام متر، تمام؟ طلعت ب 114.6 كيلو جرام متر، ضربها في 100 عشان يخليها بالسنتيمتر زي ما انت شايف كده، يبقى طلعت كام؟ 11460. طيب اسيبها وامشي؟ لا ما تمشيش، لازم تجيب الفورسز، لازم بالمره ده تجيب التورك وتجيب ايه الفورسز الموجوده اللي هم اف تي واف ان، عشان ده ترس، ادي الاف تي وادي الاف ان اهي، اتعكسوا صح؟ اتعكسوا عن ايه؟ عن اللي هو او اللي احنا لما كنا بنشرح، حد يقدر يقول لي ليه؟ اتعكسوا هنا يا باشمهندس، ده معناه ان الترس بتاعك يعني على حسب الترسين، يا ترى الترسين بتوعك ده مثلا جاي كده، خلي بالك بس من الحته دي، ادي ترس اهو، وادي الترس التاني اللي موجود معاك، يا ترى هو مش عارف ايه اللي بيتعمل ده، يا ترى هما كده جنب بعض بالشكل ده ولا فوق بعض بالشكل ده؟ ده هو اللي ايه؟ اللي هيتحكم او هيتحكم فيه الاتجاهات بتاعت مين؟ بتاعت الترس. هو جابهم لنا بالشكل ده، يبقى انا على طول عرفت ان الترس اللي موجود جنب الترس دي كان شكله كده، عشان الاف تي تطلع ازاي بالشكل اللي انت شايفه ده. وغير كده وكده هو اصلا مديك الاتجاهات دي، فانا يعني ما تخصنيش حاجه، هو مديهاني فانا هشتغل عليها وخلاص. عايزين نجيب التو فورسز دول، حتى تعمل ريكول على طول للقوانين بتاعت الجيرز اللي احنا خدناها في السلايدات من شويه، يبقى اف تي يساوي ام تي على ار اف دي، طلعت بالرقم ده، وعلى طول الاف ان يساوي ايه؟ اف تي تان فاي. يعني انت سيادتك لازم تبقى حافظ العلاقات دي كده. سيادتك طلعت الفورسز اللي عند الجير دي، بعد كده تخش على البولي بي، برضه نفس القصه، الام تي تساوي الباور على الاوميجا طلعناها، والام تي برضه قوانين اداه البولي لو انت فاكر، كانت الشد ناقص الشد في الار، الشد ناقص الشد في الار اهو. فانت هنا دي عندك، دي عندك انت لسه جايبها من شويه اهي، دي لسه جايبها من شويه خلاص. فانت كده طلعت اول ايكويشن في التي بي 1 ماينس تي بي 2 اهي، والايكويشن الثانيه النسبه ما بينهم بي 2 برضو، يبقى انت ادي ايكويشن 1 ادي ايكويشن 2، تحلهم مع بعض تطلع تي بي 1 وتي بي 2 اللي هم دول. طيب انا مش هم الاثنين دول مأثرين على العمود اللي في النص اللي هنا دول اللي هنا ده؟ ايوه. طب دول نجمعهم ولا نطرحهم؟ مش هم دول محصلتهم هتبقى هنا جايه كده اهي، ايوه، وقيمتها تساوي كام؟ سماها اف بي، سماها اف بي، مش عارف ال هو بالليل بيطلع لفوق كده يعني، هي دي المفروض اف يعني خلاص، الاف بي، يبقى الاف بي دي هتساوي مجموع ده زائد مجموع ده، عشان هما الاثنين ايه؟ داون وورد اللي تحت، تطلع في الاخر 344.1 كيلو جرام وفيرتيكالي داون وورد. نفس الكلام هنعمله البولي سي بالظبط، بس ايه؟ جاب التي سي 1 والتي سي 2 بنفس الطريقه، ادي الباور والاوميجا جاب منها التورك، وادي الايكويشن الاولانيه وادي الايكويشن الثانيه، حلهم مع بعض طلع التي سي 1 والتي سي 2 حطهم هنا. هنا بقى انت ايه؟ خلي بالك المحصله بتاعتهم، المحصله بتاعتهم هتبقى جايه كده برضه اهي موازيه ليهم، ما ينفعش تبقى فيرتيكال او كده، فدي كده اللي اسمها ايه؟ اف سي. دي ما تنفعش معانا هنا، لازم نحللها، واحده تبقى هورزنتال والتانيه تبقى فيرتيكال، فراح محللهم واحده كوزين والتانيه ساين، يعني دي تبقى اف سي كوزين بقت 620 واف سي ساين 60 بقت ايه؟ عفوا لا دي الهورزنتال اللي هي كده هورزنتال اللي هي كوزين، يبقى اف سي كوزين 60 ادتنا دي، الفيرتيكال اللي هي اف سي في 620 اللي هي عباره عن اف سي ساين 60 ادتك ايه؟ القوه الرأسيه. يبقى انت كده سيادتك افتكر بس معايا عملنا ايه؟ يبقى احنا نرجع تاني اهو، ادي الكويشن بتاعتي، حسبنا للجير، حسبنا للطاره وحسبنا للطاره، طلعنا كل الفورسز وطلعنا كل التوركس الموجوده معانا. طب انا هو انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اجيب الام تي والام بي، ده التارجت بتاعي دلوقتي. يبقى تخش هنا على طول، ادي الرسمه انا بس رسمها لك اهو بالفورسز اللي عليها، ركز بقى معايا يا باشمهندس، ده الترس
لو انت فاكر كان في قوة رأسية اللي اسمها اف تي ب 764، وفي قوة هوريزنتال 278 بالنسبة ليه، ودي كانت بي اللي هي البولي بي، وده البولي سي، دي سي ودي بي. مش عارف دي طلعت ليه فوق، ما علينا. المهم فهنا كان في قوة وسط اللي هي محصلة الاف بي 1 او التي بي 1 والتي بي 2 اهي، اما هنا كان في قوتين اللي هو اف سي اتش واف سي اي فيرتيكال. تمام يا شباب. المفروض بقى سيادتك هنا، بس قبل ما نخش في موضوع البندنج، انت كده حطيت الفورسز اللي احنا حسبناها اهو، حطينا الفورسز على الرسمه بتاعتنا، يعني ده العمود بتاعنا، وادي السبورتر اليمين وادي الشمال وادي الفورسز زي ما احنا قلنا. الام تي اللي موجوده، مش هنا جبنا ام تي وهنا ام تي وهنا ام تي؟ فممكن سيادتك ترسم التورك دياجرام، ممكن ترسم التورك دياجرام او ما ترسمه، يعني بس يفضل ان انت ترسمه. ام تي المفروض بتاعتك اللي انت هتستخدمها في التصميم، اللي انت هتستخدمها في التصميم هي اعلى ام تي موجوده في الثلاثه دول. طبعا بالديفولت كده وبالمنطق وبكل حاجه عرفناها لازم تبقى فين؟ عند السبلاي او الانبوت اللي هنا ده. يبقى الام تي الكبيره اللي هي تقريبا كانت 114.6، يبقى انت ام تي اهي لو انت فاكر اللي احنا هنستخدمها في القانون بتاعنا اللي هي دي، هتبقى اكبر قيمه في التورك. بص بقى معايا هنا، ده كان كام؟ 114.6، هنا كام؟ 43، هنا ام تي 71، يبقى ده 71 وهنا 43 وهنا 114، مين فيهم الاكبر؟ اكيد ال 114. فدي الام تي على طول اللي سيادتك هتستخدمها في الحساب بتاعك. خلاص. طيب بقى معانا مين؟ الام بندنج. قلت لك الام بندنج ده بس هيطول معاك شويه عشان انت في رياكشن شير فورس بندنج مومنت ريزلتنت، قصه كده لازم تعملها بس ما تتوهش مني في النص. ننسى بقى المساله ونركز بقى دلوقتي في ايه، في موضوع الهوريزونتال اناليسيز والفيرتيكال اناليسيز بتاع الكلام ده. احنا دلوقتي المطلوب مننا ان احنا نجيب بندنج مومنت دايجرام، بندنج مومنت دايجرام. هنحاول بقى، يعني معظم المسائل ما بتبقاش معقده، يعني بس عشان ما تبقاش مساله غلسه، يعني مش هتلاقي مثلا كونسنتريتد مومنت، مش هتلاقي مثلا حمل موزع، يعني قليل قوي، يعني مش هتلاقي مثلا مثلث، مش هتلاقي مش عارف ايه. معظم الفورسز اللي بتبقى موجوده معاك تبقى كونسنتريتد زي ما انت شايف كده. فانت مثلا نيجي بقى في الهوريزونتال، كلمه هوريزونتال يعني ستك هتبص من فوق، هتبص من فوق. لما اجي ابص من فوق في اي قوه في الاتجاه ده عند البي؟ لا، عشان كده بي سابها لك فاضيه. انا كده ببص بعمل اسقاط كاني ببص على ده من فوق بالشكل ده كده اهو، فما فيش اي فورس هوريزونتال موجوده هنا. طب عند السي؟ ما فيش غير دي اللي هي كام؟ 358 اهي. طب شوف هو عاملها ازاي؟ يعني هو كده يعني البلان حطه قدامك اهو، 358 اهي. طب وهنا ال 278 اهي. خلاص؟ طيب المفروض المساله اللي قدامنا دي سيادتك على جنب كده تعمل ايه؟ تجيب الرياكشن تجيب هنا الرياكشن لكل واحدة من دول، يعني هنا انت في سواء في دي سواء في دي هتجيب الرياكشن دي أول خطوة لازم. طب نجيب ازاي الرياكشنز؟ عادي يعني أول لما مش عارفين نجيب ازاي الرياكشن اللي هو سمشن المومنت حوالين أي نقطة ولتكن مثلا بي وساويها بالصفر تاخد الاتجاه ده الموجب بتاعك مثلا، يعني يبقى انت عندك ايه؟ 358 تضربها في المسافة اللي هي الطول ده كله، مش عارف من كام الصراحة، 135 باين، 135 زائد 278 مضروبة في أعتقد 180 ناقص 15 تبقى 165، بعد كده ناقص الآر بي أو الآر اللي عند الكيو، آر عند الكيو مضروبة في كام؟ مضروبة في 180 تساوي صفر، ومنها بتطلع الار كيو. وبعد كده سمشن الفورس في اتجاه الواي
يساوي صفر، وده الاتجاه الموجب. يبقى انت عندك هنا ايه؟ عندك ال R اللي عند البي زائد الار اللي عند الكيو اللي انت جبتها، المفروض بتساوي اللي هو 3 5 8 بلس 2 7 8، هو اللي موجود عندك. ومنها تطلع مين؟ تطلع الار بي. بس انا حبيت ايه، مش تطلع الار بي، حبيت بس افكركم، يعني مش افكركم، المفروض تبقى عارف يعني، دي ما حاجه ما تتنسيش خلاص. بس ايه، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ان شاء الله. تمام، يبقى ده كده ايه الار كيو والار بي جبناهم هم دول. طب هنا فين الشير فورس دياجرام زي ما احنا متعلمين ومتعودين؟ والله يعني قال لك انت كبرت شويه على طول تقدر تحسبها بطريقه اسهل. يعني ازاي الكلام ده؟ قال لك بص بقى، انت دلوقتي عايز البندنج فين؟ عند النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، بس هما 3 نقاط دول. فبكل بساطه انت تقف هنا اهو، انا عايز البندنج، يبقى القوه دي في المسافه دي اهي. طب انا عايز هنا، يبقى القوة دي في المسافة دي اهي. طب انا عايز هنا، يبقى القوة دي في المسافة دي ناقص دي في دي. خلصنا. بس يعني ما تفضلش بقى ترسم الشير عايز ترسمه اوكي يعني براحتك يعني، بس دي طريقة ايه سمارتر يعني اكثر في الانجاز، عشان ما تضيعش وقت كتير في الموضوع ده. تحاول ترسم ده في اقل وقت ممكن وباقل مجهود. نفس القصة هنا، هنا بقى الفيرتيكال. فيرتيكال يبقى انت بتاخد الفورسز الرأسية فقط، اللي هي هنا 344.1، هنا 620، هنا 764، اللي هم دول اهم. وبرضه بنفس القصة جاب الرياكشنز زي ما احنا عملنا هنا، وراح راسم ايه البندنج، وقف هنا يبقى 448.1 في المسافة دي، هنا تبقى 448.1 في المسافة دي كلها، ناقص 344.1 في المسافة دي، وهكذا لحد ما جاب ايه المومنت. اصبح دلوقتي انت عندك تو مومنتس، واحد للهوريزونتال اناليسيس وواحد للفيرتيكال اناليسيس. بنعمل ايه بعد كده يا شباب؟ بنجيب الابسوليوت بتاعهم. الابسوليوت اللي انت بتعمل ايه اللي هو القيم دي، ده الريزلتنت او يعني سميه الريزلتنت بيندنج مومنت دياجرام. جه ازاي القيمه دي؟ بص بقى، هتيجي عند الثري بوينتس دول اللي هم معناش غيرهم، هنا زيرو وهنا زيرو، المحصله بتاعتهم زيرو، هنا زيرو وهنا زيرو، يبقى المحصله بتاعتهم زيرو. تيجي بقى للقيمتين دول، القيمه دي والقيمه دي، يبقى ده تربيع زائد ده تربيع تحت الجذر، جبنا القيمه. بعد كده برده نفس القصه، ده اللي عند السي، ده تربيع وده تربيع، هما الاثنين تحت الجذر، شوف قيمتهم بكام. وده تربيع ده تربيع تحت الجذر، وشوف قيمتهم بكام. القيمه الجديده دي اهي اللي احنا مرسومها لك هنا دي، 1 2 3 جت منها ادي اهو. ده كده ايه الريزلتنت او اللي انت هتعمله سيادتك، الام بندنج في الفيرتيكال والام بندنج في الهوريزونتال، ده تربيع وده تربيع، ايه زي ما انا شرحت لك من شويه. وده يا شباب اللي هو التورك دياجرام لو انت فاكر، برده لازم ترسمه يعني. يعني ادي البي اهو، وادي الثري بوينتس الموجوده عندنا، هنا كانت طاره بي، هنا طاره سي، هنا ترس. فهنا معانا ايه ال 100 اللي كانت 11460، ومش عارف هنا كانت 71 باين، وهنا مش عارف 35 حاجه زي كده. فالقيمه العظمى بتاعتك كام؟ 11460، وموجوده عند بوينت دي اهي زي ما موجود هنا. اما هنا ده البندنج ريزلتنت بندنج مومنت دايجرام. طب نعمل احنا دلوقتي؟ احنا في الغالب بناخد الاكبر هنا والاكبر هنا، حتى لو مش قصاد بعض، حتى لو الكبير مثلا جاي هنا وده جاي هنا، يعني دايما بنصمم على الورست كيس، على الورست كيس الحالة الأسوأ، لما تاخد أكتر تورك مع أكبر إيه؟ مع أكبر بندنج اللي هي عند نقطة سي. يعني عند نقطة سي هنا عندها التورك هنا بكام؟ ب 11460، وبرده هنا ب 37870، ده أكبر قيمة للبندنج. كده سيادتك دي قيمة الإم تي ودي قيمة الإم بي، هتعوض بيهم في القانون بتاعنا ده. آدي الكي بي وآدي الكي تي وآدي الإم بي وآدي الإم تي، تعوض. وادي اللي هي ال 400، خلي بالك ليه خدها 400 هنا؟ اللي هي لان اليونت هنا، خلي بالك من موضوع اليونت ده، كيلو جرام سنتيمتر من هنا، يبقى دي لازم تبقى كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير، خلي بالك الله يكرمك عشان ما تضيعش المساله في الاخر على كلام فارغ يعني. فهنا تبقى دي كام؟ 4 كيلو جرام على المليمتر سكوير،
هي 400 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير، يبقى والناتج اللي يطلع معاك يبقى باليونت اللي انت بنستخدمها. فانا عندي هنا سنتي، يبقى الناتج هيطلع بالسنتي، طلع ب 9 و96 من 100 سنتيمتر، يعني بالمليمتر كام؟ 99.6، يبقى الستاندرد سايز ب 100 مليمتر. والحمد لله بسلامتكم، وصلنا بسلامة الله. خلاص جبت كده الدامتر والستاندرد، متنساش الخطوة بتاعة الستاندرد سايز من فضلك. أعتقد مسألة دسمة شوية، لما قوانين كتير محتاجة إن أنت تتمرس عليها، تحلها بإيدك وتشوف هتعرف توصل للنهاية ولا لأ، نهاية الرحلة. وثق إن أنت لو المسألة دي ذاكرتها كويس وفهمتها، إن شاء الله مفيش أي مسألة في الشارب ديزاين هتقف معاك، وبكل سهولة هتقدر تحللي ال9 مسائل دول إن شاء الله. مش هتحلهم عشان أعمال سنة، يعني إحنا دول بس عايزهم كده تمسك كده زي الشاطر وافضل حل حل كده، انت كده كده قاعد فاضي في البيت فموراكش حاجة، اتفضل حل في المسائل دي. وإن شاء الله ممكن المحاضرة الجاية نحاول مثلا نغطي مسألة أو 2 منهم، أو أخلي المعيدين يحلوا حاجة منهم ويبعتها لكم. بس الموضوع ممتع، وأعتقد إن امتحانكم يعني هيبقى فيه جزء كبير جدا حسابات من الشارب ديزاين، فالرجاء الاهتمام. المسألة التانية دي مش لكل الناس، رقم 2 دي مش لكل الناس، هعتبرها تشالنج يعني تحدي للجماعة الشطار بتوعكم أو للي هاوي الموضوع يعني. الراجل بيقول لك إن المجموعة التروس دي أو الشكل ده، عندك موتورين تمام، الموتور الأولاني ده بيدور ده وده بيدور ده، ده بيدور من هنا طارة وادي ترس، وده بيدور هنا وده بيدور هنا. المهم الباور، التو باورز بتوع الانجن دول بتخش على الشافت ده بطريقة ما، زي ما انت شايف كده شوية تروس بتتنقل لحد ما ينقل ايه الويت اللي هو 2000 نيوتن. ده 2000 نيوتن. فالراجل هنا مدي لك كل الدايمترز، وقال لك مدي كل الدايمنشنز والدايمترز والكلام ده، بيقول لك 2 كيلو نيوتن لود ديو تو مود شود بي ليفتد، يعني اللي هو زي 2 كيلو نيوتن، يعني اللي هو 2000 نيوتن يعني 200 كيلو جرام، 200 كيلو جرام خلاص، شود بي ليفتد 80 مترز وزن 90 سكند. يبقى انت عايز ترفع زي ونش، يعني ونش كده بيرفع مثلا زي طين او بيرفع حاجه كده من الارض او كده. فالوزن بتاعنا ده عايزين نرفعه مسافه 80 متر لفوق في 90 ثانيه، في 90 ثانيه. ده كده ايه اللي هو الرقم 1. الباور از انبوت ثرو ذا موتور اتاتش تو شافت اس 1 ذا اكسترا باور سبينز 1.5 كيلو وات جنريتور باي شافت 3. يعني هنا بقول لك ايه، ان هنا في موتور تاني، ده جنريتور يا شباب، عفوا ده جنريتور، جنريتور يعني بيولد ايه، بيولد كهرباء او بيولد حاجه كده موجوده معانا، يعني هو كمان ده بياخد ايه، بياخد طاقه تمام، بياخد 1.5 كيلو وات جنريتور باي شافت 3. ذا تنشن ريشيو فور بوليز، كل البوليز الموجوده 8:1، 8:1 يعني تي على تي تساوي 8. اسيوم الانجل اوف راب اوف ذا بيلز اوف ذا بولي 180، وافرض ان كل الزوايا 180 درجه، يعني مفيش حاجه ايه مايله، ومديك كل العدد الاسنان وده الديامترات بتاعت كل الحاجات اللي موجوده خلاص. You are will مطلوب منك you are required to design three transmission shafts to perform the specific or specified task. مسألة حلوة محتاجة تفكير منك، وإن أنت يعني تاخدها كده تحليل، 1 2 3، إحنا عايزين الدايمتر ده والدايمتر ده والدايمتر ده. دي زي ما قلت لك مش مطلوبة من كل الناس، تشالنج للي حابب يعني يشتغل فيها، ومرحب بأي أسئلة لكم إن شاء الله. ودول بقى اللي مطلوب من كل الدفعة، يعني لو سمحت كل ال9 مسائل دي حلها واعرف تتحل ازاي. ويا رب تكون المحاضرة ممتعة بالنسبة لكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.